السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة من حلقات الأهلي الليلة. أول حلقة أكون مع حضراتكم بعد نهاية أجازة عيد الفطر المبارك. طبعا وحشتوني جدا، وعندنا أحداث كتيرة جدا هنتكلم فيها، ويعني قضايا. هيكون معايا فقرة أولى وضيف عزيز علينا، هو الأستاذ محمد القوصي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، اللي هنتكلم معاه في كل القضايا الخاصة بملفات النادي الأهلي، وهنشوف الموضوع وصل لفين وإيه الخطوات اللي هيتم اتخاذها خلال الفترات القادمة. الفقرة أو فقرة الألعاب الأخرى اللي هيكون مع الكابتن خالد العوضي، وطبعا هنستمتع معاه طبعا الكابتن سيد لاشين نجم النادي الأهلي في تنس الطاولة، وكمان الكابتن مي هشام كابتن فريق النادي الأهلي لكرة اليد، علشان نعرف منها يعني أسباب اعتزالها وخلاص هتودع لعبة كرة اليد، وأكيد طبعا يعني هنفتقدها في الملاعب كتير جدا، لكن ربنا يوفقها إن شاء الله في كل الخطوات القادمة. يعني موضوع يعني اكيد في موضوع كتير جدا، لكن لا صوت يعلو فوق صوت حقوق النادي الاهلي وحق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام هذا الموسم. طبعا كلنا متابعين وكلنا شايفين وبنسمع وبنقرا ان كل يعني كل من هو ينتمي الى منظومه الرياضه في مصر، ايا كان اعلامي او ايا كان مسؤول او ايا كان صحفي، هو او هم عندهم اجماع على النادي الاهلي عنده كل الحق في كل الطلبات اللي بيقولها او كل الحقوق اللي بيطالب بيها. النادي الاهلي كان واضح وصريح جدا في اول اجتماع اللي كان يوم 25/5 اللي كان يوم جمعه اللي كان في شهر رمضان، واللي اتخذ من خلاله موقفه تجاه جدول مسابقه الدوري الممتاز بعدم اللعب بسبب التلاعب في جدول الدوري. الاجتماع ده هو كان بداية الـ يعني البحث عن حق النادي الأهلي في موسم استثنائي، موسم استثنائي على النادي الأهلي بس مش على الأندية الأخرى. طلعنا واتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة، لكن عايز أشرح لحضراتكم أو أبسط لحضراتكم كل النقاط اللي موجودة في الساحة الرياضية حاليا والساحة الإعلامية، علشان في كتير مش متابع من كتر الاخبار اللي موجوده على السوشيال ميديا ومن كتر الاخبار اللي خارجه والتقارير اللي خارجه من هنا ورايحه هنا. الناس بقت تايهه، الناس بقت مش عارفه ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيدور، هل الكلام صحيح ولا بيتم التلاعب بالكلام، وهل بيتم اصدار كلام اخر، هل بيتم فعلا الكلام اللي بيقال في الاعلام ده هل بيتنفذ على ارض الواقع ولا لا. كلنا يعني عارفين النادي الاهلي بيطالب بايه. النادي الاهلي طبعا بيطالب بحقوقه، النادي الاهلي دايما عمره ما يكون طرف المشكله، النادي الاهلي دايما مؤسسه رياضيه كبيره جدا بتسعى دائما الى حل المشاكل ودايما بتدور على حق ناديه، لكن عمر النادي الاهلي دايما ما بيثير فتنه، النادي الاهلي عمره ما بيكون مش عايز يحل مشكله، بالعكس النادي الاهلي هو اول نادي بيطالب بحل اي مشكلات، ودايما بيكون داعم للرياضه المصريه ومنتخب مصر. طبيعي جدا جدا ان حق النادي الاهلي بيدور على حقه في بطولة دوري في موسم استثنائي، قلت لحضراتكم موسم استثنائي على الأهلي بس بسبب نقاط كتيرة جدا هتكلم مع حضراتكم فيها. لكن النادي الأهلي دايما بيتعامل بمذكرات رسمية ووثائق رسمية، علشان كده في الاجتماع التاني اللي كان موجود بعد يوم 25/5 واللي خرج التقارير بتقول ان بطولة الدوري هيتم استكمالها، النادي الاهلي ما اخدش قرار غير بعد وصول اوراق رسميه من اتحاد كره القدم بيفيد بموقف الاتحاد من جدول المسابقه، وبالتالي ما فيش اي ورق رسمي وصل لاتحاد كره القدم او وصل للنادي الاهلي من قبل اتحاد كره القدم يفيد بالكلام الرسمي، علشان كده النادي الاهلي طلع قرار وقال ان احنا هنؤجل قرارنا بناء على عدم وصول اي وثيقه رسميه للنادي الاهلي من قبل اتحاد كره القدم. ده الكلام اللي حصل واللي اتقال. زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي عنده مشكلات هتقابله وهتقابل الانديه المصريه كلها، وده امر طبيعي جدا. عارفين ان البطوله الافريقيه ليها فترات قيد او ليها فتره قيد بيتم تأييد فيها اللعيبه. كمان زي ما حضراتكم عارفين ان القيد المحلي ان احنا نتعاقد مع لعيبه او نمشي لعيبه او عقد لاعب يخلص بنهايه موسم فمش هيكون موجود معايا او مش هعرف استفيد منه، الكلام ده سريع على كل الانديه المصريه. طبعا الانديه الافريقيه او اللي هتشارك في افريقيا عندها مشكلتين، مش مشكله هي مشكله القيد الافريقي والقيد المحلي، اما بقيه الفرق اللي عندها بتلعب في بطوله محليه هي عندها مشكله في القيد المحلي. يعني ايه قيد محلي؟ يعني الانديه دلوقتي اللي عندها لعيبه
عقدها يخلص بنهايه الموسم الحالي بنهايه شهر 6 30/6. طيب هل هيحصل استثناء للعيبه اللي مضت في انديه اخرى علشان تكون موجوده مع الانديه اللي موجوده فيها حاليا عشان تلعب مباراه او مباراتين وبالتالي هتلعب بكل رعونه وهتلعب بدون اي ولاء او انتماء للنادي، ولا ايه اللي هيحصل؟ طيب صيانة الملاعب، مش الملاعب بيكون ليها فترات صيانة معينة علشان تستعد الأندية بيها لبداية الموسم؟ بتكلم على صيانة الاستادات، بتكلم على صيانة ملاعب التدريب، بتكلم على كل حاجة خاصة بمنشآت كرة القدم، غرف خلع الملابس، بتكلم على كل حاجة. بتكلم على فترة الإعداد وهي فترة مهمة جدا، ما ينفعش دلوقتي إن أنا في موسم واحد أطلع فريقين أو أطلع ثلاث فرق أو أربع فرق موجودين يلعبوا لشهر 6 وبعد كده يريحوا شهرين ويعملوا فتره اعداد في النص وبعد كده اجي العبهم ماتشين يعني خلاص بيحسموا بطوله الدوري سواء الاهلي او سواء الزمالك. فعلشان كده بقول لحضراتكم كل النقاط الاهلي اتكلم فيها هنا هي نقاط الاهلي عنده حق، الاهلي دايما بيكون عمره ما بيخش في اي جدال غير لما بيكون صاحب حق. قلت لحضراتكم الاهلي مش نادي أزمات، الأهلي دايما نادي هو رقم واحد بيقف جنب الكرة المصرية في أي شكل من الأشكال اللي موجودة، كلنا داعمينه، محدش يقول بقى منتخب مصر والبطولة الأفريقية علشان كلنا بدون أي شك 1% كلنا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر وكلنا مساندين. حتى هنا في قناة الأهلي عندنا برنامج اسمه الكام، كان 2019 بنتكلم فيه عن منتخب مصر، بنتكلم فيه على بطولة أفريقيا، بنتكلم فيه بالتفصيل على كل حاجة تخص منتخب مصر. علشان كده بقول لحضراتكم محدش يزايد على عدم اهتمام النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، بالعكس في لعيبة في النادي الأهلي تلعب في منتخب مصر، وبالتالي منتخب مصر هو ده اللي بيمثل الكرة المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك والأندية المصرية كلها هي جزء من الكرة المصرية، جزء كبير، لكن منتخب مصر هو الأساس وهو الأصل وهو ده اللي احنا بنلعب كورة علشان يكون في تفوق على المستوى الدولي. لكن زي ما قلت لحضراتكم دايما النادي الأهلي عشان مشاركته في البطولات الأفريقية مشكلته في القيد الأفريقي. الكلام اللي اتقال، عشان بس نقول لحضراتكم الكلام اللي اتقال علشان ما يطلعش كلام على السوشيال ميديا كلام متضارب وكلام محدش يكون عارف ايه مصدره، هل الكلام ده صح هل الكلام ده غلط. الكلام اللي بيقال ان النادي الاهلي كان في كلام على انه هيتم مد فترة القيد الافريقي، مد فترة القيد الافريقي وبالتالي مشكلة الاهلي تتحل. طيب الكلام ده كان شفوي بدون اي وثائق او بدون اي ورق معتمد، علشان كده الاهلي استمر النهارده في شكوته للجنه او مركز التسويه والتحكيم في اللجنه الاولمبيه اللي هيتم نظر اللجنه الاولمبيه في شكوه النادي الاهلي يوم الاربعاء ان شاء الله علشان يتم اتخاذ قرار. علشان كده بقول لحضراتكم الكلام اللي اتقال مفيش فيه اي وثائق، والكلام اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده وباكده ان النهارده المستشار عادل الشربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم قال ما وصلنيش أي خطابات أو أي يعني ده كان تصريح لسيادة المستشار على اليوم السابع، قال إن مفيش أي وثيقة أو أي شكوى اتوصلت ليا أو استلمتها أو اتبعتت ليا من النادي الأهلي. وعلشان كده بقول لحضراتكم الموضوع غامض شوية، الموضوع فيه يعني سوء في التفاصيل من قلتها، يعني احنا مش عارفين الكلام اللي بيتقال هل كلام رسمي هل كلام شفوي. طب الكلام الشفوي او الوعود اللي اتوعدت للنادي الاهلي هل هتتنفذ ولا لا؟ لو اتنفذت هتبقى وثائق رسميه، ومن هنا نبدا ان احنا نبص ونبدا نفكر البطوله الافريقيه هنعمل فيها ايه؟ مد فتره القيد، هل فعلا هيبقى رئيس الاتحاد الافريقي واللجان المسؤوله عن البطوله الافريقيه هيبقوا مسؤولين او هيبقوا يعني عند كلمتهم او هينفذوا الكلام اللي بعض المسؤولين وعدوا بيه النادي الاهلي ولا لا؟ عشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي لحد ما يوصل اي ورق رسمي من قبل النادي من قبل اتحاد كره القدم، النادي الاهلي ثابت على موقفه، النادي الاهلي مستمر في شكواه، النادي الاهلي بيطالب بالحق الشرعي بتاعه، النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم مركز التسويه والتحكيم في اللجنه الاولمبيه هي ان شاء الله هيبت فيه الشكوى يوم الاربعاء علشان يطلع قرار. وزي ما بقول لحضراتكم هيكون في يعني بعض الاستعجال من قبل مركز التسويه والتحكيم علشان خاطر يتم البت في الشكوى واصدار قرار. زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي الشكوى
او بعض النقاط اللي هلخصها لحضراتكم علشان خاطر حضراتكم تكونوا عارفين ان الاهلي بيطالب دايما بحقوقه. قلنا مشكله القيد الافريقي ومشكله القيد المحلي، مشكله الموسم الاستثنائي ان في عدم تكافؤ فرص ما بين الاهلي ومنافسيه. الاهلي كان بيلعب كل 72 مباراه حتى في بطولات هو بيلعب في بطوله افريقيا الى مباراه سان داونز، وبالتالي الفريق المنافس لما دخل في بطوله افريقيا دخل الى الادوار الاقصائيه، حصل بعض يعني تأجيل لبعض المباريات، وبالتالي مفيش مبدأ تكافؤ الفرص. علشان كده دي نقطة مهمة جدا بنتكلم فيها. هتقولوا لي طيب الأهلي لو كان وصل بطولة أفريقيا والنهائي كان عمل إيه؟ هقول لحضراتكم كان عمل زي ما الترجي التونسي عمل، هيكون عمل زي ما الوداد المغربي عمل. الترجي التونسي بيلعب في البطولة العربية وبطولة أفريقيا وبطولة الدوري وبطولة الكاس. الاتحاد التونسي قرر إن البطولة هتخلص قبل أمم أفريقيا على أن يتم لعب اخر 5 لقاءات في بطوله الدوري في توقيت واحد. ده هيضر الانديه الكبيره. ليه هيضر الانديه الكبيره؟ نادي الترجي ونادي الصفاقس والنجم الساحلي كلهم عندهم اضواء في الملاعب الخاصه بيهم، بعض الانديه الاخرى ما عندهاش اضواء كاشفه، بالتالي هيكون في بعض اللقاءات اللي هتقام في وقت النهار والجو حر جدا زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي ما حدش اعترض وما حدش اتكلم علشان كله عايز يساعد الكره التونسيه قبل بدايه بطوله افريقيا علشان خاطر يبقى موسم منتظم جدا، عشان يكون في راحه لبعض الانديه ان هي تعرف تجهز نفسها لموسم جديد. طيب ازاي يا جماعه في مصر ناس او انديه هتكون مريحه 6 7 انديه هيكونوا مريحين وهيكون عندهم فتره اعداد وراحه طويله جدا، وفي انديه مستمره وهتلعب لسه بعد بطوله الامم الافريقيه. بنتكلم كمان على اللعب في الجدول، ان يعني الجدول بعد ما تم اصداره وتم الاعلان عن المباريات اللي موجوده فيه ايضا رجعنا تاني لقينا الجدول ملعوب فيه، لقينا الجدول في تواريخ متغيره، وبالتالي ده بقول لحضراتكم من ضمن النقاط السريعه اللي انا بحاول ان انا اشرحها لحضراتكم. عدم تطبيق زي ما قلت لحضراتكم قواعد اللعب النظيف، ان كان في لقاءات من الاسبوع العاشر بتتلعب في الاسبوع الاخير وفي لقاءات في الاسبوع الاخير بتتلعب في الاسبوع العاشر، وبالتالي كان في لخبطه، وزي ما بقول لحضراتكم عدم تطبيق قواعد اللعب النظيف. بقول لحضراتكم طبعا من ضمن النقاط الاهلي نادي الاهلي اتكلم فيها او كانت من ضمن شكواه ان تجاهل الاساءات العلنيه والمتكرره واللي جت في حق القائمين على اداره اللعبه والمنظومه الرياضيه الخاصه باتحاد كره القدم المصري في الحكام والمسؤولين في تنظيم اللقاءات وانتقاد تحكيم وانتقاد وانتقاد وانتقاد، وفي نفس الوقت ما كانش حد بياخد قرار ولا حد دايما بيصدر اي رد على الاساءات العلنيه المتكرره بشده في الايام الاخيره. طبعا عدم تقدير اهميه الوقت من جانب الاتحاد في هذا الموسم الاستثنائي وترتب عليه اثار سلبيه زي ما قلت لحضراتكم هتضر بيها الكره المصريه. دايما الانديه زي ما حضراتكم تابعتم وشفتم هنا معانا، كان معانا تليفون مهم جدا من الباشمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، واتكلم ايضا على اضرار الكره المصريه او الاضرار التي تلحق او اللي ممكن تلحق بالكره المصريه في حال تاجيل الدوري المصري الممتاز بعد امم افريقيا. زي ما قلت لحضراتكم مشكله الاهلي الاساسيه القائمه والقيد الافريقي، تم وعد النادي الاهلي بمد فتره القيد الافريقي، الله أعلم يعني الكلام ده هيتنفذ ولا لأ، بس لحين إصدار قرار رسمي ومذكرة رسمية مختومة وممضية من اتحاد كرة القدم المصري اللي هو هيراسل الأول الاتحاد الأفريقي علشان ياخد منه موافقة بمد فترة القيد الأفريقي، بما أن مصر بتمر بموسم استثنائي ومصر بتنظم بطولة أفريقيا، وبالتالي عايزين نمد فترة القيد الأفريقية للأندية المصرية المشاركة في بطولة أفريقيا بسبب الظروف الاستثنائية اللي موجودة في مصر. وبناء عليه هيتم ارسال مذكره للنادي الاهلي او خطاب علشان النادي الاهلي يضمن حقوقه كويس جدا في بدايه الموسم. زي ما بقول لحضراتكم مش هينفع ان احنا يعني يكون في فتره القيد تنتهي بنهايه شهر يوليو والدوري يستمر لحد بعد شهر يوليو علشان الانديه تكمل لقاءاتها. نادي الزمالك ناقص له 3 لقاءات طبعا الاسماعيلي والجونه والاهلي، والاهلي يتبقى له مباراتين، مباراه المقاولون العرب ومباراه الزمالك، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم مفيش مبدا تكافؤ فرص، مفيش قواعد اللعب نظيف. يعني ازاي ناديين بنفسه على لقب بطوله، واحد لسه ناقص له 3 لقاءات، واحد لسه ناقص له لقاءين، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم لسه مش عارفين
ايه اللي هيحصل. النادي الاهلي مستمر في شكواه، النادي الاهلي مستمر في القرارات اللي تم اتخاذها، النادي الاهلي دايما ثابت على موقفه، النادي الاهلي دايما بيكون عنده موقف واضح وصريح. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيطالب بحقه، مش بيطلب اكتر من حقه، علشان النادي الاهلي بيبص دايما لقدام. النادي الاهلي هو اكتر الانديه المصريه من حيث الاحترافيه، النادي الاهلي اللي دايما بيبص على مصلحه نفسه ومصلحه الغير علشان يتم تطبيق طبعا سياسه او قانون اللعب النظيف، وايضا كمان مبدا تكافؤ الفرص. لكن موسم استثنائي، موسم استثنائي دي بس بنسمعها على النادي الاهلي، ما شفناش موسم استثنائي دي على اي فريق اخر. زي ما بقول لحضراتكم فريق نادي الزمالك وصل لنهايه الكونفدراليه، وكلنا كنا لازم نقف جنبه لحد ما اخذ بطوله الكونفدراليه. ايضا عندنا موقف مشابه لانديه عربيه، الترجي التونسي والوداد. زي ما حضراتكم شفتوا الترجي هيكمل لقاءاته وينهيها، عندهم 5 لقاءات مش لقاء ولا 2، لا دول 5 لقاءات هيتم الانتهاء منها قبل بدايه امم افريقيا. لكن زي ما بقول لحضراتكم الكلام اللي بيتقال، طب نلعب من غير دوليين، طب نلعب بالدوليين، طيب المشكله هتبقى فين؟ الكلام اللي بيتقال ده كلام يعني عين، وكلام موجود على السوشيال ميديا، كله بيجتهد علشان خاطر يطلع معلومه. لكن انا بتكلم من خلال ورق رسمي، هتديني ورق رسمي هقول لك معلومه، مفيش ورق رسمي مش هقول لك معلومات، وما اقدرش اقول لك اخمن ولا اقدر اقول لحضرتك ايه اللي هيحصل ولا ايه اللي انا شايفه من وجهه نظري. احنا كلنا في النادي الاهلي بنتعامل كمنظومه واحده، منظومه بتتحرك كلها من اجل المصلحه العامه. عندنا ورق رسمي هناخد بيه، مفيش ورق رسمي مكملين ونحافظ على حقوق نادينا وحقوق لاعبتنا. ودايما حق المسابقه اللي انا شايفه بقى موسم صعب جدا، وموسم يعني زي ما حضراتكم شايفين مش عارفين ننظم موسم، مش عارفين يعني نطلع مسابقه بشكل يليق بسمعه الكره المصريه. الدوري الانجليزي على فكره خلاص كلها ايام ويتم الاعلان عن مسابقه او جدول كامل لبطوله ومسابقه الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019 2020. تخيلوا حضراتكم دوله بتنظم 3 مسابقات محليه، بطوله الدوري الانجليزي الممتاز وكاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه، عندهم دوري الابطال، 4 بطولات الأندية الإنجليزية، 6 منها بيشاركوا فيها، وعارفة تنظم كل حاجة بكل التواريخ وما عندهمش أي مشكلة. لكن عندهم حق، ده الدوري الإنجليزي مش الدوري المصري. نتمنى زي ما كان عندنا، زي ما احنا شفنا محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وبيحقق لقب الشامبيونز ليج، نتمنى إن احنا يكون عندنا دوري مصري بفكر الدوري الإنجليزي من حيث التنظيم. هنروح لفاصل وبعديها هنرجع نستقبل ضيفي العزيز الأستاذ محمد القوصي الكاتب الصحفي وناقد الراديو، هنتكلم معاه في كل الأحداث الخاصة بالنادي الأهلي. خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في اولى الفقرات الحواريه مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير، واللي دايما بيشرفنا وبينورنا وبنستمتع بارائه جدا هنا في قناه النادي الاهلي، الاستاذ محمد القوصي، اللي هنعرف منه اخبار كثيره جدا في قضايا النادي الاهلي وازمه الدوري المصري الممتاز. استاذ محمد ازي حضرتك؟ اهلا بك كابتن عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل عشاق وكل مشاهدي قناه الاهلي. الحقيقه بسعد بالتواجد معاك في هذه الفقره الجميله. يعني أنا كل سنه وحضرتك طيب، اتمنى انك تكون قضيت اجازه سعيده. ويعني عايز اتكلم معاك في الازمه المثاره في الفتره الاخيره، واعتقد ان هي يعني هي اللي متصدره المشهد الرياضي، هي ازمه بطوله الدوري المصري الممتاز. هل هيتم استكماله قبل بطولة أمم أفريقيا ولا هيتم استكماله بعد بطولة الأمم الأفريقية؟ رأي حضرتك مبدئيا قبل ما نروح للأزمات والأضرار اللي ممكن تواجه الأندية المصرية حين استكمال بطولة الدوري بعد أمم أفريقيا. لا يعني هي أزمة واضح اللي متسبب فيها اللي بيدير المسابقة، يعني بيدير المسابقة بيديرها بدون رؤية مستقبلية، بدون تخطيط، بدون وضع جداول محكمة تمشي على الناس كلها، بدون مراعاة 3 حاجات اللي هم بيطالب بيهم النادي الاهلي: تكافؤ الفرص والعداله واللعب النظيف. اي مسابقه في الدنيا تفتقد الى تكافؤ الفرص،
يعني تكون مسابقه فاشله، تفتقد العداله تكون مسابقه فاشله، تفتقد للعب النظيف تكون مسابقه ما تستحقش ان تكون موجوده يعني. فاتحاد الكره هو من وضع الكل في هذا المازق ووصلنا الى هذا الوضع اللي احنا فيه، الوضع اللي غير لائق يعني. في كل الدنيا الدوريات كلها انتهت، وكان من السهل جدا ان بطوله الدوري المصري تنتهي قبل كاس الامم الافريقيه بدون اي مشاكل، لكن هم اصروا على ان هم يعملوا اللي هم عايزينه وينفذوا اللي هم عايزينه. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها مسابقه تنتهي ويقعد ثلاث مباريات تتلعب بعد شهر. فده في اضرار كتيره جدا بالنسبه للانديه وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للراحه بتاعت اللعيبه وبالنسبه لتواصل المواسم، خصوصا زي فرق بالنسبه للنادي الاهلي والزمالك اللي عندهم بطولات ثانيه بيشاركوا فيها. يعني الدنيا غير واضحه، الدنيا غير محدده. ده لان اتحاد الكوره بيدار بدون نظام وبدون رؤيه واضحه وبدون رؤيه محدده وبدون مراعاه مصالح الفرق ومصالح اللعيبه، ومش عايز يعني يوصل لمرحله كامله من النجاح تخلي شكل وصوره الدوري المصري بالشكل الكامل. النادي الاهلي لما دخل على الخط كان داخل بمطالب عادله وواضحه ومحدده، مطالب بترتكز على القواعد الاساسيه، انا عايز عداله، انا عايز تكافؤ فرص، انا عايز لعب نظيف. اللي ما توفرش، بنتكلم عن اللعب النظيف في اي مسابقه في الدنيا، اي مسابقه سواء كانت مسابقه مجمعه او بطوله دوليه او بطوله قاريه، الاسبوع الاخير ما تلعبش في توقيت وفي وقت واحد. من قال هذا؟ يعني ده يعني في كثير من المسابقات بتلاقي الجولتين بيتلعبوا لمنع التلاعب وان الامور النتائج كلها تبقى في وقت واحد وكل واحد ياخد حقه، لكن اتحاد الكره يعني ادارها بطريقه سمك لبن تمر هندي، كل واحد كان بيلعب بمزاجه في التوقيت اللي عايزه في الحاجات اللي عايزها، اجل مباريات بطريقه غريبه جدا واجل المؤجل، وفرق ضغطت زي النادي الاهلي ولعبت مباراه كل 72 ساعه، المنافس اللي لم يحصل يعني يحدث معه نفس الذي حدث مع النادي الاهلي، اشياء كثيره جدا تشعر فيها بعدم وجود عداله او غياب العداله عن اداره المسابقات في كره القدم المصريه. طيب عايز اسال حضرتك على حضرتك اتكلمت وقلت الجوله الاخيره لازم تقام في نفس الوقت، طيب لو رحنا للاتحاد التونسي والترجي التونسي وان اخر خمس جولات، مش اخر جولتين او اخر ثلاثه، اخر خمس جولات هيتلعبوا في توقيت واحد علشان يبقى في مبدا تكافؤ فرص، هتقول لي الترجي التونسي وصل نهائي افريقيا، هقول لك وصل ليه؟ ولعب في البطوله العربيه وبالتالي هو عنده نفس الضغوطات اللي موجوده في بطوله الدوري المصري. هل حضرتك شايف ان يعني ايه اللي خلى الاتحاد التونسي يكمل ويستكمل المسابقه قبل بطوله الامم الافريقيه؟ هل ده شطاره منهم ولا ده تقصير مننا ولا هم بيبصوا على مصلحه الكره التونسيه بشكل عام؟ لا هو تقصير مننا، يعني اي حد بيبص على مصلحه الكوره لازم يشتغل بالشكل ده. انت بتلعب وتحط لك جدول مضغوط والاهلي لعب وقبل علشان ما يوصلش للمشهد ده وما يوصلش للمطب ده وما يوصلش للمأزق ده، فتيجي انت حضرتك تضغطني بشكل غير عادي وتأجل ماتشات ما كانش المفروض تتأجل وتسمح بتلاعبات موجوده، هو ده السبب. فدي يعني اذا كانت شطاره عندهم فده طبيعي، وطبيعي انك تبقى شاطر وانت بتدير المسابقه المحليه بتاعتك، فدي تعتبر خيابه عندنا احنا مقابلها في انك انت فشلت في نهايه المسابقه وانت عارف ان داخلين على حدث مهم جدا زي كاس الامم الافريقيه، وما يحاولش البعض بقى يدخلنا في ان احنا بننظم البطوله وسمعه البلد وحتى البلد لازم الدنيا كلها تتلغي عشانها. لا طبعا النادي الاهلي يهمه سمعه البلد طبعاً، واحنا كلنا تهمنا سمعه البلد صح، وكلنا بنركز ان مصر تعمل اعظم بطوله وان شاء الله هتعمل اعظم بطوله. فاتحاد الكره ما يدخلش الناس في هذه الزاويه، المفروض هو كان ياخد اتجاهاته ياخد شغله يعمل جدوله المظبوط اللي ما يتغيرش واللي يتنفذ واللي يلتزم، اللي ما يكونش فيه يعني خواطر وترضيات وحاجات بهذا الشكل. يعني المفروض ده اللي المفروض كان يحصل من اتحاد الكوره، لكن تعرف اتحاد الكوره فيه يعني دهاليز كثيره جدا، في اعضاء كتير جدا في اتحاد الكوره امور. هنكمل معاك. طيب لسه مكملين مع حضراتكم لكن هنروح لفاصل وبعديها هنرجع نكمل في قضيه مهمه جدا خاصه بالدوري المصري الممتاز، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم مع الاستاذ محمد القوصي علشان نتكلم معاه في قضايا النادي الاهلي وايضا الازمه المثاره الاخيره في بطوله الدوري المصري الممتاز. استاذ محمد، يعني كل الاعلاميين او المسؤولين في اتحاد كره القدم لما بيطلعوا في الاعلام بيقولوا ان النادي الاهلي عنده حق، طيب النادي الاهلي عنده حق. طيب ليه ما فيش اي قرارات تم اتخاذها وليه الدنيا ماشيه بطيئه ومحدش عارف ايه اللي يعني ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في ازمه الدوري؟ قصدك الاعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره اللي بيشتغلوا في الاعلام؟ انا ماليش دعوه. ايوه حاجه زي كده، اكون ان هو يقول لك رايه الشخصي ان انا النادي الاهلي عنده حق في طلباته وبعد كده
ما نشوفش قرار يصدر من اتحاد الكره تجاه، يعني لو جمعنا دول اللي هم الغالبيه العظمى اللي هم موجودين في في الاتحاد، وحتى الاعلاميين اللي موجودين على الساحه الاعلاميه، مش بس انا بقول لك اتحاد الكره يعني القدم يعاني من حاله من عدم الاستقرار، حاله من عدم القدره على اتخاذ القرار. يعني امبارح كان في اجتماع مع معالي وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي وكابتن خطيب والمهندس أيوة. انا بريد، وانتهى الاجتماع على ان بكره اللي هو المفروض النهارده ان قرار حاسم بشان الدوري. والله منتظرين لغايه دلوقتي ان يطلع اي قرار ويطلع اي بيان ويطلع اي اجتماع ويطلع اي حاجه، يعني بعد ما ننام هيطلع مثلا يعني ولا يعني ده دليل. طب ما انت حضرتك اعلنت ده رسميا امبارح ان 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 يوم الاثنين النهارده ان شاء الله هيكون في موقف حاسم وحسم لكل الجدل المثار بعد الجلسه اللي جمعت الكابتن خطيب مع معالي الوزير مع المهندس انا بوريدا، لكن ده ما حصلش. ده دليل على ان ما فيش نوع من الاتفاق. الجلسه عايز اعرف بس من حضرتك تقول لي ايه اللي جه او ايه الكواليس اللي كانت موجوده في الجلسه. لا الجلسه كانت كلام عن محاوله للتنسيق او يعني التقريب بين وجهه نظر النادي الاهلي واتحاد الكوره. طبعا اتحاد الكوره يعني عايز يمشي كده بمزاجه، النادي الاهلي قال انا عايز احدد اهداف محدده وشروط محدده اهمها القدر الافريقي اللي يعني من الاهلي خلال المرحله المقبله، طالب بتحديد المكان ده الموعد ده لان ده اصلا المفروض في 31 يوليو هيتم الموضوع وهيكون فيه غرامات وفي كل حسابات وفي لعيبه ممكن يأيدها لا تبقى الوضع الحالي. المهندس سمير زاهر المهندس الله يرحمه عليه تحب تحب كابتن سمير زاهر صح؟ جبنا سيره راجل مهم جدا يعني تحب كابتن سمير كراجل يعني بصراحه يدير المنظومه بشكل رائع جدا. المهندس ابو ريده قال لي ان هو القيد الافريقي هيتاجل ولا على عهده، فالاهلي طبعا كابتن خطيب اكد له ان ما ينفعش ان ده يكون كلام، عايز تتكلم ده لازم حضرتك تطلع تعلن ده رسميا ويجي لي ورقه رسمي او تيجي فيه اوراق رسميه للاتحاد الافريقي، لان كثيرا ما يعلن اتحاد الكره اشياء ثم لا نرى لها وجودا على ارض الواقع يعني. فده كانت اهم الحاجات. تفتكر ممكن الاتحاد الافريقي يوافق على مد فتره القيد الافريقي؟ والله طبقا للي قاله المهندس هاني ابو ريده ولغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه، والاتحاد الافريقي رافض كل الرسميات اللي عندنا، ما فيش اي جديد في الموضوع. لكن ما قاله المهندس هاني ابو ريده هل هيتم تغييره؟ قال وخصوصا ضرب مثل ان في نهائي دوري الابطال هيتعاد بين الترجي وبين الوداد المغربي، وده هيأجل فترة القيد بالنسبة للفريقين دول على الأقل، وبالتالي متاحة الفرصة أن أي حد تاني ممكن يتأجل له. يعني أنت كان عندك تنظيم أمم أفريقية وما قدرتش تاخد قرار بهذا الأمر، يعني أعتقد أن الأمور صعبة والموقف صعب جدا. موقف الأهلي سليم، والأهلي لا يتعامل إلا بأوراق رسمية وبحاجات واضحة وحاجات محددة. اتحاد الكرة عاجز عن أن هو يصير مع النادي الأهلي في هذا الطريق، لأن النادي الأهلي مؤسسة عريقة دايما بيشتغل يعني بنظام مؤسسي، ما عندوش حد يقول له حاجه بالبق ان انا ان شاء الله هنأجل قيد افريقيا وهنحاول ونجتهد ونبذل جهد. الكلام ده مش موجود والكلام ده ما ينفعش والكلام ده ملوش وجود على ارض الواقع، والاهلي سبق وصدق كلام ناس زي كده، لكن للاسف ما كانوش على قد كلمتهم. لذلك الاهلي مش عايز يحط نفسه في حرج ولا يحطهم في حرج. يا عم انت بتقول كلام، هات لي ورقه رسميه اتعامل معاه ويجي مخاطبات رسميه للنادي الاهلي في هذا الشان. الى ان يحدث هذا فالاهلي مستمر في موقفه، مستمر في تصعيده للشكاوي اللي بيقدمها سواء بخصوص الدوري او قيد اللعيبه او عدم التكافؤ في المسابقه وغياب اللعب النظيف. الاهلي بتلاقيه بيتكلم على مش بيتكلم على مشكله النادي الاهلي بس، بيتكلم على كل مشكله الانديه، لان في انديه كثيره تضررت. يعني الاهلي بيتكلم على الصالح العام للمسابقه المصريه وليس مصلحته فقط. الاهلي لا يهمه موضوع الدوري ان ياخد الدوري ولا لا، بيهمه اسس عامه وقواعد عامه ومبادئ عامه لابد ان يلتزم بها الجميع. وليس ادل على ذلك بان هناك 9 انديه بالامس متجمعين ومقدمين مذكره احتجاج وبيطالبوا ليهم مطالب خاصه وبيشككوا في الدوري وفي نزاهه المسابقه وفي عدالتها وعدم نظافتها. كل الكلام ده موجود ومسجل، واعتقد ان الكلام ده يدين اتحاد الكوره ويصب في مصلحه الاهلي ويؤكد على موقفه، والانديه دي بتدعم موقف النادي الاهلي في كما دعم النادي الاهلي موقفها يعني. فيعني يا ريت الاتحاد الكره يعني يفهم الرسائل اللي بتروح له ويتحرك في هذا الموضوع. الغريب ان الاهلي بعت شكوى للجنه التظلمات في اتحاد الكره النهارده، نفاجئ ان المستشار عادل الشرباجي بيخرج في تصريح لليوم السابع. بالظبط، التصريح موجود للست المستشار بيقول انا ما وصلنيش حاجه. يعني طب يعني اتحاد الكره طب يعني ايه الموضوع ده يا استاذ محمد؟ يعني ايه ما وصلوش حاجه؟ هو الشكوى لما انا ببعت شكوى لاتحاد كره القدم المفروض على طول يحولها مباشره. طب ده معناه ايه معلش؟ ده معناه ايه؟ طيب انا بقول ان ده معناه ممكن اتحاد كره القدم يعني شال الدعوه شويه علشان يتم البت في الاجتماع او القعده اللي كانت موجوده امبارح ما بين سياده الوزير كابتن محمود الخطيب والبشمهندس هاني بريده، علشان
يتم اتخاذ بعض القرارات ويبلغ النادي الاهلي ان ايه لا خلاص الموضوع اتحل ويتم الاعلان عن القرار الرسمي. هو كده يا كابتن عمر، ما هو ده اللي انا يعني ده اللي انا شايفه. ده هيحصل المفروض شكوى الاهلي تتحول مباشره بالزبط. الى لجنه التظلمات بالزبط. يعني هل لو النادي الاهلي دلوقتي بعت شكوى للفيفا وطبعا هيبعتها لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره يركنها عنده لغايه ما يظبط اموره. الطبيعي ان السيد المستشار يستقبل الشكوى وبعد كده يتم التنسيق ما بينه وما بين رئيس اتحاد كره القدم المصري. بالظبط بعد يعني هذا الامور. طب الاهلي دلوقتي لجأ بعت شكوى لجنه خبوا الدعوه شالوها. حضرتك متخيل ده لو تصريح صح ولا تصرف ولا ايه؟ احنا بنتكلم بناء على تصريح عشان بس ده تصريح رئيس اللجنه يعني هو الكلام ده هيستخبى يعني الدنيا دلوقتي مفتوحه اي حاجه هتبان. الاهلي بعت كمان شكوى لجنه التسويه والتحكيم الرياضي في مصر وهيتابع اجراءات التصعيديه يوم الاربعاء ان شاء الله ولن يوقف هذا الامر الا بالحصول على حقوقه الرسميه والشرعيه اللي بيطالب بيها يعني. طيب استاذ محمد، حضرتك عارف ان اي دوله في العالم بتنظم بطوله يعني هي بتكون مسبقا عارفه ان هي هتنظم البطوله الحاليه وبالتالي او البطوله القادمه وبالتالي بيتم الاستعداد ليها بشكل مكثف جدا. مصر لما عرفت ان امم افريقيا هيتم سحبها من الكاميرون وهيتم اسنادها لدوله اخرى تنافست مع جنوب افريقيا وفازت البطوله قبل انطلاقها تقريبا باربع شهور او بخمس شهور. جهزنا كل الملاعب اللي موجوده وكل الفنادق وكل ملاعب التدريب في اربع شهور بالظبط. الطبيعي ان الامر بياخد 23 شهر. ازاي دولة زي مصر عارفة تنظم حدث الأكبر في أفريقيا ومن أكبر المسابقات اللي موجودة في العالم ومش عارفين تنظم بطولة دوري مصري ممتاز؟ نحط الفرق جنب بعض ومين هيلاعب مين بتاريخ ايه في يوم ايه في مسابقة ايه والموضوع خلص. لا فدما هو احنا عارفين وقادرين ونقدر نعمل ده مرارا وتكرارا ونقدر نعمله بامتياز، بس هم مش عايزين ده. طب ليه مش عايزين؟ لان في حاجات غلط بتحصل في المسابقه. يعني انت لما بتضغط فرق وتهول فرق بحد بيهاجمك ويمسح بكرامتك الارض ويشكك في حكامك ويشكك في لجانك وتتهاون ولا تحاول شيء. الاهلي يلعب خمس ماتشات في كل ماتش كل 72 ساعه وبتاجل لده وتتفق والاهلي يقبل وكل الانديه تقبل يعني تقديرا للظرف اللي انت موجود فيه وبعد كده يتم تأجيل المؤجل تاني يعني وما يتمش الضغط وما يتمش اللي حصل للأهلي في كل الحاجات دي. فهو نفسه ما عندوش قواعد نظيفة ماشي عليها، ما عندوش حاجات محترمة ماشي عليها. في حاجات كده ماشية جدا بالمجاملات، في حاجات كده ماشية بالاتصالات، في حاجات كده ماشية بالمراوغات، حاجات من هذا القبيل. يعني في فوضى في عمليه الاداره، مفيش نظام واضح، مفيش لجنه محترفه بتدير، مفيش لجنه بتدير المسابقات. حتى الحكام عندك انت وساعات لتدميرهم باسناد باستدعاء 25 طاقم حكام اجنبي علشان يديروا عندك في المسابقات المحليه تقريبا بتدمر حكامك. حتى الحكم بتاعك اللي راح حكم في نهائي دوري الابطال اتذبح بعد ساعات قليله من ادارته للنهائي. بس دلوقتي بيقولوا ان هو خلاص بداوا يتكلموا بعد بايه يعني كيف يصدر قرار ضد حكم؟ القضيه مش في جهات جريشه، لا القضيه في حكام مصر في تحكيم مصر. احنا شفنا الكابتن اعتقد يعني كان في حكام مصريين بيحكموا نهائي كاس او مباريات في نهائيات في كاس تونس الفترات الاخيره وماشيين بشكل كويس وبالتالي حكامنا بخير. حكامنا عايزين بس ثقه، عايزين ثقه وعايزين تدعيم وعايزين ده ملف المفروض تهتم بيه عشان يبقى عندك مصر يعني تستحق ان يكون لها حكام على اعلى مستوى، ليس على مستوى الدوري المصري ولا على مستوى قاره افريقيا بل على مستوى العالم. احنا نقدر يبقى عندنا حكام على مستوى العالم زي الحكام اللي انت بتشوفهم في الدوريات الاوروبيه. عندنا كفاءات كبيره جدا وعاليه جدا، بس ادهم الثقه ويكون في قانون يحمي الناس دي ويكون في تدريب ليهم ويكون في تقدير مالي مناسب. ما انت بتجيب حكم بتدي له 25000 دولار وهنا بتدي له 25 جنيه، يعني الدنيا مش متزنه تماما. ففي عدم اهتمام بالمنظومه كلها. يعني الموضوع الجماهير اللي موجود وغائب ولم تسعى الى عادته، وده حاجه من الحاجات اللي كان بيطالب بيها النادي الاهلي. يعني بيقول لك الموسم المقبل ما عرفناش الجماهير هترجع ولا لا لغايه دلوقتي. طب انا اشتغل ازاي؟ لا عارف مواعيد قيد ولا عارف مواعيد مسابقات ولا عارف موعد بدء مسابقه ولا عارف موعد انتهاء مسابقه ولا عارف موعد اي حاجه. ازود بقى الكلام حضرتك، فتره الاعداد، صيانه الملاعب سواء الملاعب اللي بتقام عليها المباريات او الملاعب اللي بيقام عليها التدريبات، صيانه غرف الملابس، الفترات اللي الانديه تقعد فيها، في انديه مخلصه بطوله الدوري وقاعده لمده شهرين مش هتعمل اي حاجه خالص مقابل ان انديه هتريح وترجع تاخد فتره اعداد علشان ترجع تكمل بطوله وبعد كده تكمل في بطوله ثانيه جديده. اليس هذا انعدام لتكافؤ الفرص؟ لما فريق دلوقتي قاعد مريح تماما بينسق وبيمشي لعيبه وبيجيب لعيبه ويجهز قائمه
وفريق قاعد منتظر عشان يلعب ماتش ولا ماتشين في حالة طوارئ مشدودة، يعني امور غير متزنه على الاطلاق. طب ما انت يعني دلوقتي عندي عدم تكافؤ فرص، وهدخل الموسم الجديد بعدم تكافؤ فرص برضه، لان انا ما تحطليش نفس الاجواء اللي مخلص من اسبوعين وقاعد في البيت دلوقتي ولعبت بتاخد راحتها الطبيعيه وهيعمل اعداده الطبيعي زي ما حضرتك بتقول. يعني حاجات كتيره جدا المفروض اللي بيديروا الكره المصريه يكونوا على علم ودرايه كبيره بهذه الامور. والمؤكد ان داخل مجلس اتحاد الكوره يعني خبراء في كره القدم على علم ودرايه بهذه الامور، لكن الامور تدار بطرق غير يعني أنا آسف في اللفظ اللي أنا أقوله غير نظيفة يعني. طيب دلوقتي أنا قريت تمام إن يوم 30/6 الاتحاد الأفريقي بيطالب من كل الأندية أو من كل الاتحادات اللي موجودة داخل أفريقيا بترشيح الأندية اللي هتكون موجودة في مسابقات أفريقيا، سواء الأندية أبطال الدوري أو بطولة الكونفدرالية. وبالتالي إحنا في مصر لسه عندنا ممكن نادي الزمالك لو هزم في لقاءاته المتبقية بيراميدز هو اللي يتأهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا. بعد كده قريت إن الاتحاد المصري يعني بيقول الاتحاد الأفريقي يعني بيقول لو أمكن إن هم يرشحوا أرقام بدل أندية. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ طبعًا ما دي برضو مهزلة. أنا عايز أفهم يعني أرقام بدل أندية؟ هو بعد ما يعني واحد واثنين يخشوا افريقيا وثلاثه واربعه يخشوا الكونفدراليه. لا هو يقصد ان انا معروف ان انا ليا مقعدين في الدوري ومقعدين في الكونفدراليه. طيب ايه الجديد؟ مقعدين لمصر بس يسيب لك تحديد اللي انت بتعمله. طب يعني ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. طبعا هو طبعا النادي الاهلي الوحيد اللي ضمن احد المركزين الاول والثاني في الدوري فالامر منتهى. طب انت عشان تحدد تاني في الكونفدراليه يعني يقول لك هنقعد ونعمل جلسه عرب ونحدد ونتفق وناخد تعهدات. لا يا استاذ ما فيش حاجه اسمها تعهدات. افترض ان التعهدات دي باظت واحد طلع قال لك ده حق. يعني انا افترض جدلا بيراميدز دلوقتي يتفوق على الزمالك فرق نقطتين، افترض جدلا الزمالك لم يحصل اتعادل ماتش وخسر ماتشين مثلا، اتعادل ماتشين او اتعادل ماتشين وخسر ماتشين وتعادل ماتش، دي كره قدم وارده جدا والطبيعي والمتوقع ان الزمالك يتجاوز ويوصل المركز الثاني. افترض جدلا ان بيراميدز ظل على 7 نقطه والزمالك اقل منه وده رايح الكونفدراليه وده رايح دوري الابطال، ومسؤول النادي ده قال لا احنا مش هنروح، احنا حقنا دوري الابطال، هتعمل ايه انت طب في الموضوع ده؟ يعني طبعا كلام غريب وحواديت غريبه جدا وكلام مش يعني كلام يعني ينقصه الكثير من الاحترام والكثير من المهنيه. المفروض انت كنت تبقى مخلص الحاجات دي ومحدد الحاجات دي. طبعا وبرضه عندك الكاس ما اصلا لسه ما انتهاش وما عرفتش مين بطل الكاس عشان تقدر بطوله غامضه بالمره، ما حدش يعرف اي حاجه عنها خالص، ما حدش يعرف هتتلعب امتى ولا هتتلعب فين ولا مين اللي هيلعبها ولا فهو اتحاد الكره اللي وضع عمل نفسه الازمه دي كلها وهو اللي حط نفسه في المأزق ده كله، وده اكبر دليل على الفشل الاداري اللي بتدار بمسابقه كره القدم المصريه. هذا عامل لدرجه ان احنا كنا ماشيين اصلا احنا طول الموسم ماشيين اسبوع باسبوع وجدول بجدول واسبوع هيتلعب يوم كذا لا ده اسبوع هيتاجل، وصلنا لمرحله ان الزمالك يلعب مع الحرس او الجونه او طيب حضرتك تأيد يبقى في رئيس لجنة مسابقات ولا رابطة أندية محترفين زي اللي موجودة في كل الدورات العالمية؟ يعني لجنة أو رابطة المحترفين بيكون انتخاب من كل الأندية حوالي رئيس وست أعضاء واثنين من اتحاد كرة القدم. هل حضرتك تؤيد رابطة المحترفين اللي تدير المسابقة ولا رئيس لجنة مسابقات ونمشي زي ما احنا ما فيش اي تقدم؟ لا 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 احنا لازم يعني نتابع اللي بيحصل في كل عالم، تبقى عندنا رابطة أندية محترفة ويكون عندنا لجنة مسابقات محترفة والناس الموجودين فيها. بس الرابطة هي اللي بتدير البطولة. ايوه هي اللي بتدير المسابقة. طبعا ما ده اللي موجود في كل الدنيا. اعظم دوري في العالم اللي هو الدوري ايه؟ الدوري الانجليزي طبعا. بيدير مين اللي بيدير؟ مش في رابطة بتديره وبتعمل شغلها وعامله ال 20 نادي اللي بيكونوا موجودين بيجوا بينتخبوا رئيس، بينتخبوا اعضاء سته وغير الرئيس او خمسه والرئيس، وكمان ليهم حق ان هم يعني يختاروا اثنين اعضاء اتحاد كره قدم علشان يكونوا موجودين معاهم في الاجتماعات. هات النظام اللي موجود وتكون مدفوعه الاجر عشان بس كلمه عمل تطوعي اللي موجوده. مش عمل تطوعي ده واحد هيقعد يتفرغ ويؤدي عمل ويشتغل. دي نقطه مهمه جدا مقابل مادة عليه عشان يعني. اي حد حضرتك بتقول له حاجه يقول لك انا عمل تطوعي. لا لا ما حدش هو اللي بيدير المسابقه لازم يكون محترف وياخد فلوس. اللي بيدير لجنه الحكام لازم يكون محترف وياخد فلوس. اللي بيدير لجنه اللاعبين كل ده الناس بتقعد وتبذل جهد عشان يكون متفرغ وبيدي عشان تعرف تحاسبه. يعني مفيش حاجه اسمها تطوع. ما تحاسب يقول لك انا متطوع ما باخدش حاجه. تطوع. لا لا مش عايزين احنا التطوع. التطوع ده خلينا فاشلين مش عاملين حاجه يعني. فمن فضل حضرتك يعني انا اتمنى ان يتم عمل الرابطه دي علشان تنتهي الازمات دي ويكون في تطور للكره المصريه، يكون عندنا نظام للكره المصريه بتدار بيه، يكون في خطط مستقبليه، اكون انا من دلوقتي عارف ان الموسم هيبدا امتى والموسم هينتهي امتى، ما الدنيا كلها معروفه، دوري الابطال معروف هيبدا امتى والكونفدراليه معروفه هتبدا امتى والتصفيات الافريقيه والتصفيات كاس العالم،
اشمعنى العالم كله منظم؟ ما في اوروبا يعني كان عندهم كاس الامم الاوروبيه وعندهم دوري الامم الاوروبيه وعندهم كاس العالم وتصفيات كاس العالم والدوري الاوروبي والدوري الابطال وعندهم غير المسابقات المحليه الموجوده والدنيا ماشيه زي الفل والناس كلها خلصت اهي دلوقتي والامور تمام. طيب دلوقتي في نظام والدنيا متسيستمه يعني ما هيقعد بقى يقول لي افريقيا واوروبا يا عم اشتغل برضه في حدود امكانياتك. لا ده في دلوقتي بقى احنا منتخب مصر عايزين كلنا نقف جنبه وعايزين ننسى مواضيع الدوري ونقف جنب منتخب مصر عشان المنتخب يفوز بالبطوله. هم بيحاولوا يشككوا مثلا في ان احنا مش بنقف جنب منتخب مصر او احنا مش عايزين منتخب مصر ياخد البطوله ولا ايه النغمه اللي موجوده دي؟ لا طبعا ما هي دي نغمه دايما واحد يعني واحد فاشل في حاجه معينه وفي ازمه هو اللي تسبب فيها فلما انت تيجي تطالب بحقك فيروح مصدر لك حاجات يعني قوميه وحاجات وطنيه وحاجات على مستوى الدوله وحاجات خاصه بالمنتخب فالكلام ده مش 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 يعني كلام غريب جدا وكلام مرفوض وكلام غير مطلوب على الاطلاق. يعني انت المفروض حضرتك يعني يكون عندك الامور بتاعتك واضحه وامورك منظمه وعندك سيستمك اللي بتشتغل عليه لكن ما تجيش لما انا اكلمك في فشل النظام اللي انت شغال بيه فتقول لي مصر والوطنيه يا عم احنا تراب مصر فوق راسك ومنتخب مصر طبعا كلنا داعمين ليه ومساندين ليه ونتمنى من كل اعماقنا ان المنتخب ان شاء الله باذن الله البطوله دي لمصر ان شاء الله تقام على ارض مصر وسط جمهور مصر نتمنى لها النجاح الكامل وان شاء الله هتنجح نجاح كامل باذن الله. فما تجيش انت دايما لما حد يطالب تدخله في هذا الامر يعني. طيب تعال ناخد راي ناقدنا الرياضي اللي دايما بيكون مشرفنا منورنا الاستاذ اسامه السويسي علشان نعرف منه بقى يعني رايه ودايما هو موجود على الفيسبوك وعلى تويتر لا يعني بصراحه بيكون يعني ليه اراء بتمتعنا. لا قبل ما يدخل زميلنا العزيز الاستاذ اسامه السويسي ناقد رياضي محترم واهلاوي كبير واصيل جدا طبعا بجانب ان هو يعني راجل يعني دايما بيبيعوا الانتماء للنادي الاهلي لكن هو راجل له قلمه المميز منذ بدايته في العمل الاعلامي له رؤيته له مقالاته حتى في مجله الاهلي له مقالاته في في في, في على مواقع التواصل الاجتماعي على في كل الاماكن في اسامه السويسي يعني قيمه نقديه رياضيه كبيره جدا يعني اهلا بك يا استاذ اسامه. استاذ اسامه برحب بيك. برحب بيك عمر وبصديقي واخويا الغالي الخلوق محمد القوصي منورين شاشه البيت الكبير انتوا الاثنين ومتابعين ومتالقين ومش عارف اقول لكم ايه على الكلام الجميل اللي قلتوه ده لكن عايز يا عمر اخد قبل ما تسالني اخد من عندكم اخر حته كنتوا بتتكلموا فيها وسمعتها. يا ريت اتفضل حضرتك. المتعلقه بمنتخب مصر. اولا بس عشان نحسم الموضوع دوت ويبقى نقطه من اول السطر منتخب مصر ده منتخب 100 مليون. تمام. لا هو منتخب هاني عبريده ولا منتخب حازم امام ولا منتخب مجدي عبد الغني ولا منتخب احمد شوبير ولا منتخب اي حد في اتحاد الكوره. تمام. بس تبقى الامور واضحه. تمام. ومفيش حد يراهن على وطنيه النادي الاهلي، النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي، نادي الوطنيه من 1907 هو انشئ تحت هذا الشعار. وكل من ينتمي للنادي الاهلي محدش يراهن زايد على وطنيته وحبه لمنتخب مصر. احنا جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي العريق ما بيتعاملش مع الامور بالسطحيه والسذاجه دي. فدي قبل ما نخش في الموضوع وانا معاك وتحت امرك ومع صديقي العزيز الغالي محمد القوصي. استاذ اسامه يعني انا عايز اعرف راي حضرتك في الازمه المثاره الاخيره ورايك في بطولة الدوري المصري الممتاز بدون تحيز وبدون يعني كلام. احنا لو موجودين في اي مكان تاني غير قناة النادي الاهلي هنتكلم بما يرضي الله وهنتكلم دايما على الحق وفي الحق. هل حضرتك شايف اضرار دوري او بطولة الدوري هل لو البطولة تم استكمالها بعد امم افريقيا تؤيد ده ولا تؤيد انهاء البطولة قبل الامم الافريقية مش لصالح الاهلي بس لصالح الاندية المصرية بشكل عام؟ واعتقد ان عمر من كلامك اللي انت قلته الواضح التأييد التام لمطالب النادي الاهلي المشروعه والمنطقيه من بقيه الانديه واعلنوا الكلام دوت. تمام. ده دليل كافي على ان المساله محسومه وواضحه جدا طبعا. لكن انا اللي عايز اقوله باختصار شديد جدا المثل بيقول ايه؟ من كان بيته من زجاج لا يقصف الناس بالحجاره او زي ما بنقوله بالبلدي اللي بيته من ازاز ما بيحدفش الناس بالطول. تمام. والواضح جدا في الفترة الأخيرة إن الجبلاية واضح إن هي بقت من زجاج وزجاج هش كمان. للأسف الشديد إن هم تصوروا إن صمت الأهلي ضعف. تصوروا الخطأ إن صمت الأهلي ضعف. مش مدركين إن الأهلي في حرصه
على وحفاظه على البيت الكبير اللي هي كرة القدم المنظومة بتاعتنا وما يكونش سبب في تعرض المنظومة للإيذاء، علشان كده بيتجاوز عن بعض الصغائر. لكن للأسف الشديد الآخرين تصوروا بخيالهم إن سكوت الأهلي ده دعوة صريحة ليعبثوا بكل ما هو صحيح وشرعي. طيب أنا قلت من زمان وقلت في قناة الأهلي من سنة 2009 قلت إن إدارة شؤون الكرة المصرية محتاجة محترفين متفرغين لمواكبة التطور. يعني نفس الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، محتاجين رابطة أندية محترفة ما تكونش بعمل تطوعي، تكون مدفوعة الأجر. تخيل يا عمر ان انا قلت الكلام دوت من 2009 وكل سنه بطالب بيه وبقول ان مش مقبول يا جماعه، مش مقبول ان عضو اتحاد الكوره موظف او صاحب عمل الصبح وعضو في الجبليه بعد الظهر ومقدم ومحلل في الفضائيات في نص الليل. طيب الحل ايه يا جماعه؟ قلنا الكلام دوت وهنصر عليه ان تطبيق دوري المحترفين هو الحل. ناس تشتغل وظيفه بمقابل. وده هيديلك اداره مسابقه محترفه بالفعل، ويتفرغ بقى اتحاد الكوره، يعني ما احناش يمشي، لا اتفرغ يا سيدي لشؤون المنتخبات الوطنيه، خصوصا ان على الصعيد الفئات السنيه احنا بنعاني منها بشده. لكن تعالى بقى كلمني على النقطه الخطيره والاهم اللي هي النزاهه. النزاهه تخيل انت عضو مجلس اداره بيقول انه علانيه كده وفي البرامج قدام الناس كلها انه بيتمنى فوز الزمالك بالدوري السنه دي. رسمي. تخيل ان مدير الاتحاد التنفيذي بيقول ان رئيس احد الانديه تعب ومن حقه ياخد بطوله. رسمي. ومسجله والفيديوهات موجوده. طيب تخيل ان عضو مجلس اداره تاني في اتحاد الكوره ما بتسمعش صوته الا لما بيرد على تصريحات اهلاويه، ونقول بين قوسين محترمه وما فيهاش اي اساءه. لكن نفس الشخص ده بيختفي اختفاء شديد ومريب لما بيتهم هو شخصيا وحكامه في الذمه والشرف من الاخرين. طيب تقول ايه لما تلاقي رئيس لجنه المسابقات بيعترف في برنامج فضائي قدام الملايين انه غير اللائحه ليتفادى هبوط النادي المصري للدرجه الرابعه بعد مذبحه 2012 الشهيره، وبيقول لك انا عملت غيرت اللائحه بصفتي كنت رئيس لجنه المسابقات ورئيس مؤقت للاتحاد في الفتره دي، ومحدش حاسبه، محدش قال له حاجه، والاعلام ما اتكلمش على الموضوع ده. تخيل نفس الشخص ده السنه دي بيقول لك مستحيل مباراه تتاجل للاهلي، مستحيل من رابع المستحيلات، والاهلي اضطر ان هو يلعب في بركه ميه ويلعب بعدها بثلاث ايام في نفس الملعب، ويسافر من الملعب دوت لاقصى جنوب القاره ويلعب كل 72 ساعه. طيب نفس الشخص ده قال ايه بقى لما الزمالك وصل نهائي دوري بطوله كاس الكونفدراليه؟ قال لك لا لازم نعمل اللي يريح الزمالك لانه بيمثل مصر في البطوله. هو الاهلي استاذ اسامه مش عيب ان احنا نبقى ورا الزمالك علشان بطوله، لكن انا بتكلم او حضرتك بتتكلم على مبدا تكافؤ الفرص. انا بعمل لك فرناط وبدي لك وقائع صح وسجله والناس كلها شافتها وسمعتها. تمام. نفس الشخص ده كان بيقول لك مستحيل ان انا ايه أأجل مباراة للنادي الأهلي. طيب عضو ثالث، عضو رابع بقى في اتحاد الكورة بيقول لك مش من المنطق إن إحنا الأهلي يحطنا في أزمة وإحنا أجلنا له مباريات في بداية الموسم. ده أنت واضح إن أنت مش متابع خالص. ده النادي الأهلي بشهادة رئيس لجنة المسابقات لعب 60 مباراة في الموسم كأكبر نادي العالم السنة دي. أنت مش متابع إن النادي الأهلي كان بيضطر يلعب 72 كل 72 ساعة مباراة، وكان بينها سفريات في قارة افريقيا، وتسبب الارهاق دوت في خروج النادي الاهلي من البطولة. طيب لو عايزين نقط عدالة ونزاهة يبقى كلمة واحدة بس، نقطة ومن اول السطر، نعامل الناس كلها بمعيار واحد، مش نعامل الناس بالكاس بالصوت العالي والخوف من الفضيحة، وده اللي قاله رئيس اتحاد الكرة في لقاء تلفزيوني مسجل، مش كده برضه ولا ايه؟ طيب الأهم من كل ده طبعاً. الأهم من كل ده عايزين نطبق العدالة والنزاهة، يبقى نطبق نظام الفير بلاي أو اللعب النظيف اللي هو شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللي هو بيقول إيه؟ إن هو ما ينفعش شخص واحد يصرف على ناديين في مسابقة واحدة. حد يتكلم في الموضوع ده؟ حد فكر يناقش الموضوع ده؟ استاذ اسامه اصلا يعني احنا انا يعني النهارده بقرا في الاخبار لقيت ان ريال مدريد ممكن يتم حرمانه من التعاقدات بسبب
يعني قانون اللعب المالي النظيف ان هو لازم يبيع لعيبه معينه بمبلغ معين علشان يعمل المعادله، لكن احنا لو اتكلمنا في الموضوع ده يا استاذ اسامه هنقعد وقت طويل قوي. موضوع بقى الايرادات والمصروفات وموضوع الصرف على الانديه وموضوع الميزانيه وموضوع الاستثمار، يعني مواضيع كتيره جدا جدا بصراحه. يعني اختصار شديد يا عمر عشان ما اخدش وقتكم، احنا انا كنت في قبل بدايه الموسم اللي جاي قلت مرحله جميله مر رياضي جميل ومطلوب، لكن لازم يبقى فيه ضوابط. الضوابط دي ايه؟ ان انا اعمل سقف، اعمل سقف، لان انا مش هقدر اعمل اللي هو بيتعمل في اوروبا اللي هو قواعد اللعب المالي النظيف، ان انا لو صرفت 200 يبقى لازم ادخل 60. طبعا الكلام دوت ما حصلش وما بيحصلش. المساله بقت فيها تعاقد من اللعيبه واختلط الحابل بالنادي، وبقت المساله مساله تحديات واشياء اخرى غير الاستثمار وغير المنافسه الشرعيه. استاذ محمد لوسي كان عايز يسالك سؤال يا استاذ اسامه. طبعا تحياتي لاراك الجريئه يا استاذ اسامه. ممكن تحدثت عن اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره وبعض اللي بيديروا الكره في مصر بالتفصيل وبوقائع، وده بيثبت قد ايه ان الامور عندنا سمك لبن تمرين دي. لكن يعني انا سؤال ليك، وانا عارف انك انت عندك خبرتك كبيره جدا، يعني هل شايف اللي بيحصل في الدوري المصري ده، وانت راجل متابع للدورات العربيه والدورات الاوروبيه والدورات الاسيويه، هل ده بيحصل في اي دور في العالم؟ لا طبعا، لان احنا متفردين ومتميزين جدا للغايه، فلازم نحافظ على هذا التفرد وهذا العبث الكروي. هو في دوريات، هي في دوريات يا استاذ محمد شغاله لغايه دلوقتي، بعض الدوريات العربيه. الطريف ان هم مشتركين معانا في البطوله الافريقيه، طريف ان تونس والمغرب مشتركين معانا في البطوله الافريقيه، ظروفهم نفس ظروفنا، والدوري مستمر عندهم وعندهم في ادنى مشكله. الترجي عنده لعيبته 11 لعيب دولي وزايدين عن الفريق، وبيلعب امبارح لعب مباراه في قدام الافريقي وهيكمل لغايه يوم 15. ايه المشكله؟ عادي جدا. طب هل انت شايف اي مبرر ان دوري ينتهي واربع ماتشات يقعدوا يتلعبوا بعد شهر ونص؟ وفين تكافؤ الفرص؟ وفين العداله؟ وفين النزاهه؟ ازاي اصلا كل الدوريات في العالم الاسبوع الاخير طالما محدد ومؤثر في النتائج سواء هبوط سواء على لقب بتتلاقي كلها في توقيت واحد؟ بالظبط. ده اذا نحن الان امام مبدا واضح جدا، اهدار تكافؤ الفرص سواء دلوقتي او السنه الجايه كمان واللي بعدها واللي بعدها. بالظبط. المساله ماشيه كده، طالما المساله ماشيه بعادات المصادق وعادات العرب هتفضل كده كتير، هنفضل كده كتير. طول ما احنا بنخالف اللوائح والقوانين هنفضل عايشين في العبث ده كتير. ما للاسف عايزين نطبق النظام ونطبق النزاهه ونطبق العداله ونطبق تكافؤ الفرص، خلاص ناس محترفه كتير بدات دوري المحترفين المصري. ناس تبقى شغلانتها دي، يبقى هو متفرغ لدي. مش النهارده هو شغال في بنك او شغال عنده شركه او عنده بيزنس خاص بتاعه او موظف في اي جهه من الجهات، بعد الظهر اوعده في مجلس اداره اتحاد الكوره، و 60% من الساده اعضاء اتحاد الكوره يا اما محللين يا اما مذيعين يا اما مقدمين برامج في الفضائيات في نص الليل. طب هيديروا اتحاد الكوره منين؟ هيديروا اتحاد الكوره ازاي؟ باي منطق؟ باي عقل؟ يا سيدي اوكي خلاص، انا انتوا عايزين تفضلوا في ديروا شؤون المنتخبات. ده انا للاسف الشديد من شويه صغيره لقيت انه مدير المنتخب مش عارف يوصل لمحمد صلاح. هو في كده؟ يعني انا بتمنى يعني استاذ اسامه اكيد طبعا يعني نتمنى التوفيق للموسم القادم في يعني تنظيم مسابقه محترفه على اعلى مستوى، زي ما انا قلت، زي ما احنا كان عندنا حلم ان احنا نشوف لعيب مصري في يوم من الايام بيفوز بدوري الابطال موجود في الدوري الانجليزي. نتمنى ان احنا نشوف مسابقه يعني بتدار زي الدوري الانجليزي، يعني نتمنى. انا عارف ان الموضوع صعب طالما ان الموضوع بيدار بهذه الطريقه، لكن استاذ اسامه اتمنى ان اتحاد كره القدم يكون عنده رؤيه ويكون بيسمع الاراء اللي موجوده حواليه، علشان يا رب يعني علشان خاطر من الموسم القادم نشوف رابطه انديه تدير مسابقه الدوري المصري الممتاز وتكون مسؤول عنه مسؤوليه كامله، مسؤوليه كامله، محدش يناقشهم ولا حد يراجعهم غير بعد انتهاء الموسم. طبيعي جدا، ومحدش يقدر يفتح بقه ومحدش يعترض. واخد من كلامك ان محمد صلاح ده جوهره مصريه لازم تحافظ عليها، ومحدش في النهايه يراهن على وطنيه الاهلاويه. الاهلاويه وطنيين، محدش يراهن على النقطه دي ومحدش يلعب بيها، لان دي لعبه بالنار.
ودي رد حضرتك على كل اللي بيقول نركز في بطولة أمم أفريقيا ونسيب بطولة الدوري المصري الممتاز إلى بعد أمم أفريقيا، صح كده؟ لا طبعا ما بقولش كده، أنا ما بقولش كده، لا أنا بتكلم على إن كل يعني كل ما بيكون عندنا مشكلة يقول لك ركز مع منتخب مصر، نركز في بطولة أفريقيا وبعد كده نشوف هنعمل إيه، فأنا بتكلم إن ده حق من حقوق النادي الأهلي لا يؤثر بالسلب تماما على منتخب مصر ولا على أي نادي مصري. وانت ليه تجيب مخلفات وعوالق وتبقى الناس مشغوله؟ طب ما تريح الناس. ريح الناس، خلص البطوله وخلي المنتخب يتفرغ وخلي الناس كلها تتفرغ وما تبقاش حتى مشغول غير ان هو يشجع مصر في البطوله بس. تمام. استاذ انا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا الناقد الرياضي والاهلاوي اللي دايما صاحب اراء جريئه جدا سواء على السوشيال ميديا او سواء في قلم الصحفي او سواء لما بيكون موجود معانا على قناه النادي الاهلي. استاذ محمد ناخد من كلام الاستاذ اسامه وناكد على اللي احنا قلناه ان لازم يكون عندنا رابطه محترفين تدير بطوله الدوري المصري الممتاز باجر، ما نحاسبهاش غير بعد نهايه الموسم تكون ليها الكلمه العليا، ما حدش يكلمهم في التليفون ولا حد يهددهم ولا حد يقول لهم احنا عندنا بطوله او ما عندناش بطوله، كل حاجه تكون محسوبه حسابات دقيقه جدا علشان في الاخر البطوله تخرج بشكل محترم وبشكل محترف. ده كلام محترم طبعا يمكن زميلنا العزيز الاستاذ اسامه يعني قال كلام مهم جدا اثرى الحوار اللي موجود في الحلقه والفكره اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان يكون في نظام، يكون في انضباط، يكون في احترافيه في التعامل، يكون في جدول المسابقه معروف من قبل ما تبدا لغايه ما تنتهي، ما يكونش في تعديلات ولا في مجاملات، تكون الامور واضحه ومحدده للناس كلها. ده لو حصل اعتقد ان احنا هنوصل لمسابقه متميزه. يعني احنا ما شفناش ان حد بيخطط لمسابقه كره القدم في مصر، يعني احنا بنلعب مسابقه يعني احنا ماشيين زي ايه يعني على باب الله يوم بيوم وكده، ما فيش حاجه يعني محدده وحاجه واضحه وحد واضع خطه ان احنا الدوري المصري ده بعد سنتين ثلاثه هيبقى كذا، بعد خمس سنين هتبقى عوايده كذا، بعد 10 سنين هيبقى وضعه كذا، يعني المفروض يعني في تخطيط كبير لاتحاد الكوره، يعني حتى ما تكونش انت يعني خطط وحط افكار كبيره وحط افكار عظيمه، يعني خلي ليك بصمه. يعني انا كنت متخيل هذه القامات اللي موجوده في مجلس اتحاد الكوره بتواجدها القاري والدولي وعلاقاتها داخل مصر وخارجها ان هيعملوا لنا يعني مسابقه على اعلى مستوى، لكن للاسف الشديد لم نصل الى هذا الهدف ولم نحقق الحلم اللي احنا كنا بنحلمه معاهم ان يكون عندنا مسابقه مميزه جدا. مصر تستحق ان تكون لديها مسابقه. اتسحب البساط من مصر صح؟ ما بقول لك او بدا يتسحب خلاص ولا اتسحب؟ يعني بكل امانه بالافكار اللي موجوده في بطوله الدوري احنا زمان كان عندنا بطوله قويه جدا كان كله بيتفرج عليها، دلوقتي بدانا نتجه الى بعض الدوريات العربيه الاخرى ونشوف مدى قوتها. ده بكل تاكيد تم سحب البساط، يعني المفروض ان احنا بنعلى وبنطور بنوثق المسابقه بتاعتنا وبنقويها وبندعمها بالجماهير وبندعمها ب الرعاة الكبار اللي الضخ المالي اللي موجود فيها بيحضر لاعبين على اعلى مستوى يلعبوا فيها، بيكون في منافسه قويه جدا بين الفرق اللي موجوده، يعني الحقيقه حاجات كتيره جدا ما عادتش موجوده. نتمنى ان الاتحاد الكوره يعني يعيد ترتيب اوراقه وما زال قدامنا متسع من الوقت ان احنا نعمل مسابقه تستحقها مصر على مستوى الجماهير ومستوى البث التلفزيوني ومستوى اللعيبه ومستوى المنافسه، يعني حاجة مهمة جدا لأن قوة مسابقة الدوري المصري أكيد هتصب في النهاية في قوة منتخب مصر، سواء اللاعبين اللي هيتميزوا ويطلعوا يحترفوا بره أو اللاعبين اللي هيلعبوا في المنتخب أو مشاركتنا في الدوريات القارية سواء على دوري الأبطال أو دوري الكونفدرالية، كل دي حاجات بتنبع من المسابقات المحلية. إن شاء الله مصر تعود لقوتها وسيطرتها بوجود ناس يفكروا لمصلحة مصر وليس لمصلحة أشخاص. طيب استاذ محمد في بيان ان اتحاد كره القدم المصري تم الاعلان عنه دلوقتي هنقراه لحضرتك وهنقراه للساده المشاهدين علشان نعرف البيان بيقول فيه ايه. البيان طويل شويه وبالتالي هنقراه على مهلنا علشان نعرف كل الكلمات اللي موجوده فيه. بيان الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد المصري لكره القدم وهو يطلع بمسؤولياته تجاه كل الانديه وخدمه المنتخبات الوطنيه يؤكد على انه أوضح كثيرا الظروف الإجبارية التي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود، لا سيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة
المتمثل في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهو ما زاد من مسؤوليتنا جميعا، خاصة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى 4 شهور تقريبا احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة، فضلا عن المشاركات الأفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدا كبيرا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية المصرية، لكن المؤكد أيضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادي، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية. نقف على مسافة واحدة من مع جميع الأندية، لكن المؤكد أيضا، علشان بس اتبعت لي حاجة تانية فالكلام طلع فوق كل مرة واحدة، لكن المؤكد أيضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة أي نادي، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية. نحن نقدر النادي الأهلي كنادي كبير وعريق، ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسؤولي الأندية، ونتفهم جيدا أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم، وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية، وهي بالطبع مطلب كل الأندية، ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادي الأهلي والتي هي رغبتنا بالأساس بإنهاء بطولة الدوري قبل بدء كأس الأمم الأفريقية أصبحت تصطدم بالواقع، وهو أن الوقت لم يعد سامحا بذلك، كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية، وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية. والنادي الأهلي والذي نراهن دائما على قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف، ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم، يقع عليهم العبء الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن، ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفيما يتعلق بالقيد الأفريقي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الأفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من 30 يونيو إلى 5 أغسطس استنادا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الأفريقي، ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية في الموسم الجديد. وفي ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد، وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية، على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها، لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة. وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسؤولة لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه، وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر 2018-2019، مع تمنياتنا بالتوفيق للكرة المصرية. وفي هنا الجدول اللي موجود واللي تم الإعلان عنه لباقي المباريات. عندنا استاذ محمد ركز معايا في التواريخ دي كويس قوي، موجود معانا على الشاشه، ركز معايا. يوم 23/7 الجونه والزمالك هيتلعب في استاد الجونه، يوم 26/7 بعديها بثلاث ايام الزمالك
والإسماعيلي، وفي نفس اليوم مباراة المقاولون العرب مع النادي الأهلي، ويوم 30/7 بعدها بأربع أيام الأهلي والزمالك في ختام مسابقات بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019. أما بالنسبة لكأس مصر هيكون يوم 28/8 الأهلي وبيراميدز، يوم الحد 1/9 الفائز من الأهلي وبيراميدز هيلاعب فريق حرس الحدود، وفي نفس اليوم 1/9 مباراة الزمالك ومصر للمقصة، على أن يتم طبعا وضع احتمالية فوز الفرق علشان تقام بقى المباريات يوم 5/9 مباراة ويوم 5/9 مباراة. يوم 5/9 هيكون في الفائز من لقائين اللي هيكونوا يوم 27، أو اللي هتكون المباراة رقم 27 ضد نادي الاتحاد السكندري، والفائز من 25 ضد نادي بتروجيت هتكون يوم 5/9، وأخيرا يوم الاثنين يوم 9/9 النهائي هيكون الفائز ما بين لقاء الاتحاد واللي هيلاعب الفريق الفائز من لقاء 27 والفائز من اللقاء رقم 25 ضد نادي بتروجيت. الكسبان هيلاعب الكسبان في مباراة بيوم 9/9 في نهائي كأس مصر على استاد القاهرة، ودي المباراة الوحيدة اللي هتكون على ملعب استاد القاهرة في مسابقات بطولة كأس مصر. طيب ويوم الأربع يوم 18/9 هتكون مباراة السوبر المصري بطل بطولة الدوري المصري ضد بطل بطولة كأس مصر يوم 18/9/2019. وبكده قرينا لحضراتكم البيان وقلنا لحضراتكم جدول المسابقة اللي كان الأستاذ محمد بيتكلم وبيقول لحد الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن لا جدول ولا عن بيان. لحد الأرض الواقع أو لحد الوقت الحالي أستاذ محمد البيان بيقول بعتنا للاتحاد الأفريقي علشان نمد فترة القيد إلى 5 أغسطس، تمام كده؟ طيب ده كلام برضو. طيب إيه لو الاتحاد الأفريقي قال إنه مش هينفع وإن لازم في موعد مقرر وموعد محدد إن كل الأندية المشاركة في بطولة أفريقيا تبعت القايمة قبل يوم أو لحد يوم 30/7، ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني طبعا يعني قبل الجواب سيد دعني اعلق على البيان اللي بدا بيه. انا ما شاء الله كتبت ورايا على طول يعني بعض النقاط علشان يعني الواحد يعرف يتعامل معاها، زي ما بنتكلم ان دايما بيصدر لك الظروف الاستثنائيه والظروف الاجباريه ومصلحه البلد، قلنا طبعا الحاجات دي كلها ما حدش يقدر يتناقش فيها، وكلنا بندعم كاس الامم الافريقيه المقامه على ارض مصر ان هي تكون اعظم بطوله اتنظمت، لا سيما وانها اول بطوله في تاريخ الكاف او في تاريخ افريقيا بيكون فيها 24 فريق. يعني مصر بتنظم بطولة فعلا بطولة تاريخية، لأن طبعا أول مرة 24 فريق يكونوا موجودين، وده لم تقوى عليه أي دولة أفريقية يعني سابقة، ومصر هتكون نموذج لما هو قادم إن شاء الله، وهنقدم بطولة استثنائية. أنت حضرتك ما تاخدليش الظرف الاستثنائي ده وتعطل المسابقة المحلية يعني، وتقعد تاخد ده وتلقي بيه كأعذار ومبررات على فشلك في إدارة المسابقة. أنت بتتكلم الجدول اللي حددوه من 23 يوليو ل 30 يوليو بتتكلم في أسبوع، كان سهل جدا حضرتك توفر الاسبوع ده وتخلص الدوري وتخلص المسابقه وتنقذنا من هذا المأزق اللي احنا موجودين فيه، لكن حضرتك بتحاول ان الانديه دي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولين والجونه يدفعوا الثمن فشلك في اداره المسابقه وفشل حضرتك في توفير اسبوع كان من سهل جدا توفيره، وكانت خلصت الامور، كان ممكن لغايه الايام اللي احنا فيها دي كانت لعب الاسبوع وكانت خلصت الدنيا ما فيش اي مشكله خالص وكانت القضيه انتهت. حضرتك بتقول انك بتقف على مسافه واحده من كل الانديه، الكلام ده مجرد كلام وما شفناش ليه وجود على ارض الواقع، لان كان في مجاملات وفي دعم ناس على حساب اخرين. حضرتك بالنسبه للنادي الاهلي بتقول ان انا بتفق مع النادي الاهلي وان النادي الاهلي حقه مشروع وان كامل الاهلي كله بيقوله صح. طب لما حضرتك شايف كامل الاهلي كله صح، طب يعني حضرتك ما عملتش بيه يعني انا استفدت ايه؟ ما حضرتك بتعترف بكل الكلام ده، بتقول ان الاهلي له حق مشروع، الاهلي كلام اتحاد الكره بيعترف في هذا البيان الرسمي اللي صدر منذ لحظات ان الاهلي رغبتنا بتتفق مع رغبه النادي الاهلي، بنتفق مع حقوق الاهلي المشروعه والاهلي عنده حق، وكان المفروض ان البطوله تخلص قبل كاس الامم الافريقيه زي ما الاهلي بيقول، لكن الكلام ده مش هنقدر ننفذه دلوقتي. يعني انت وصلتني لاخر نقطه وحطيتني في لبستني في الحيط وقلت لي خلاص، طب اعمل ايه؟ ما انت فعلا دلوقتي ما عندكش وقت وجاي حضرتك تقول لي انك فعلا كان عندك حق. طبعا الاتحاد الافريقي هيوافق ولا مش هيوافق؟ ده دليل على الاتحاد الافريقي. رايك يعني رايك يعني ايه
بما ان حضرتك عارف ان في علاقات او علاقه قويه ما بين رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المصري. عموما برضه مش هتفرق كتير يا كابتن عمر، هنتكلم في 5 اغسطس من 30 يونيو، بنتكلم في اسبوع، يعني مش دي القضيه اللي هتحل المشكله اللي الاهلي بيتحدث عنها او طب دلوقتي في حاجه ثانيه، دلوقتي يعني اللعيبه اللي عقدها بيخلص 30/6 وراحت انديه ثانيه، هتلعب الدوري هتلعب الدوري بفتره قيد جديده وتبقى عملت 3 فترات قيد. طب هل اللاعب زي ما النادي الاهلي قال هل ده شرعي؟ ده غير مسموح به في كره القدم ولا في قوانين الفيفا انك تعمل 3 فترات قيد، فتره صيفيه وفتره شتويه، وتعمل فتره ثانيه جديده فتره في النص، وفتره دي ما تعرفهاش فتره ايه بالظبط، نسميها ايه الفتره دي اللي موجوده يعني. فطبعا ده كله يعني كلام مش مظبوط. الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان يكون عندنا دوري ليه تخطيط، اللي هو بيقول لك تشكيل لجنه برئاسه نائب رئيس الاتحاد والكابتن احمد شوبيل لاعداد مشروع لائحه متكامله. احنا قلنا عايزين رابطه، احنا انت عايز رابطه، طبعا عايز رابطه كامله تبقى موجوده عندك يعني. فطبعا بيان يعني بيقول لك انا ده الواقع اللي عندي واللي هعمله وخلاص بقى. طب ليه رئيس الاتحاد المصري لكره القدم دايما يعني ليه مش بيكون هو اللي موجود ودايما يعني بنلاقي اعضاء ونواب رئيس او رؤساء اتحاد كره القدم، يعني بنلاقي النائب الرئيس من الاعضاء دايما هم اللي بيكونوا موجودين في كل اللجان، مش بنلاقي رئيس اتحاد كره القدم المصري هو اللي بيطلع يرد، هو اللي بيطلع يترأس لجنه بعينها يحل مشكله، ليه دايما بيكون باشمهندس ثاني بعيد عن الاحداث؟ ربما الراجل باشمهندس ثاني عنده مشغوليات كثيره جدا وعنده ظروف، ده عادي على فكره، ممكن يوزع الخطط على نوابه وعلى اعضاء مجلس الاداره ويعمل. طب هل ممكن لما يكون مفيش مشكله الا لما يكون يعني طبعا تطوير، لما تعمل حاجه اسمها تطوير دوري كره القدم في مصر، لجنه برئاسه رئيس اتحاد الكوره اللي هو بيطور وهو بيدير العمليه. الاتحاد المصري او اي اتحاد موجود بيدير كره القدم هل دوره ينظم ولا يطور؟ دوره الاثنين، يطور وينظم. يعني احنا كنا انا شايف التطوير حضرتك لا هو دلوقتي المفروض حاليا المفروض اللي ينظم هو لجنه رابطه الانديه المحترفه، هي اللي بتنظم المسابقه واللي هي بتدير المسابقات وبتاع. اتحاد الكره بيضع خطه التطوير بتاعت اتحاد الكره والمنتخبات والحاجات دي كلها، وبيدير السياسه العامه لكره القدم في مصر، وعنده حاجات واليات بتتنفذ وشغل ده اللي هو مش موجود دلوقتي يعني. لكن انا شايف اهم حاجه في البيان وهو ان اتحاد الكره بيعترف بصحه موقف النادي الاهلي اعترافا صريحا كاملا. لكن يا فرحتي انا هستفيد بده ايه وانت حضرتك هتنهي لي الدوري يوم 30/7 وهقعد العب السوبر ماتش لغايه 18/9؟ طب فين فترات الراحه؟ فين الاعداد وفين الراحه وفين البتاع ده؟ وهتطلع من الدوري تخش في كاس مصر طبعا، يعني هو مضطر بقى يعني. اللي هيقول الدوري هيبدا في شهر 9 اقول له لا، الدوري هيبدا من 30/7 او من 26/7، اسف انت كامل التاريخ اللي موجود الجديد معانا. لا انا بتكلم على الاستكمال. ليه؟ الاستكمال هيبدا 23/7. يعني الموسم هيبدا دلوقتي 23/7 خلاص. الموسم الجديد ليه بقى؟ انا بتكلم على ان انت عندك لقاءات في الدوري، لقاءات في الكاس والسوبر المصري، بعد كده تبدا في الموسم الجديد، وبالتالي ما عندكش وقت راحه خلاص هتريح فيه، الراحه كلها هتكون في الفتره الحاليه، هتبدا فتره اعداد عشان تكمل. طب اللعيبه الدوليه اللي بتاع اللعيبه الدوليه اللي موجوده دول راحتهم فين؟ ما انا بتكلم في دول هيكملوا على فكره اللي هيضر غير الاهلي الانديه المشاركه في افريقيا اللي لعبتها بتلعب مع منتخب مصر في بطوله افريقيا. مش هيريحوا، هيجوا يلعبوا على ماتشات ثانيه، وبالتالي هيلعبوا موسم كامل يعني سنه كامله بدون يوم راحه. وانت بتتكلم في 5-6 عناصر مهمين جدا ومؤثرين جدا يعني. يعني انا بتكلم على الاهلي، بتكلم على الزمالك، بتكلم على الاسماعيلي، بتكلم على كل انديه للاسف يعني بقينا نشوف بطوله الدوري المصري اخر بطوله يعني ليها اهميه عندنا، مع ان انت لو عايز تنجح الكره المصريه اللي عندك او اي كره موجوده في العالم لازم تهتم ب البطولة المحلية رقم 1 علشان تصدر، وعلشان خاطر يعني تنهض بمستوى اللعبة اللي موجودة في البلد. عايز اقول لحضرتك ان دايما النادي الاهلي، يعني انا بقول لحضرتك على احصاءات وارقام، لما بيكون متفوق في افريقيا بيكون متفوق في بطولة الدوري، اعتقد المنتخب بيمشي بشكل كويس وبيحصل بطولات على ما اعتقد، الا تخوني الذاكرة. لا ده مش اعتقد، ده واقع بتؤكده النتائج والارقام. وراجع عشان بس محمد ايه، يعني احنا من خلال قناه الاهلي احنا لما موجودين في اي حته هنقول نفس الكلام، مش هنغير كلام علشان ده مش بس لا حق ربنا. يعني اعظم الى نتائجنا اللي حققناها على المستوى القاري واللي كان فيها منتخب مصر متوهج في الفتره من 2006 او من 2005 لغايه 2010 2011، يعني 2010 وبعد كده فتره الثوره قامت في 11 والكره حصل لها نوع من التراجع بعض الشيء، لكن الفتره من 2005 لغايه 2010 دي كانت قمه التوهج بالنسبه للنادي الاهلي، حاصدا
كل المسابقات الافريقيه اللي بيكون فيها والسوبر الافريقي وتواجده في كاس العالم للانديه ووجود نخبه من اللاعبين المميزين في النادي الاهلي اللي كانوا دايما النادي الاهلي بيبقى فيه 7 8 موجودين في تشكيله منتخب مصر. والاهلي حقق منتخب مصر حقق بيهم كاس الامم الافريقيه 2006 و2008 و2010 والكل يعلم هذا بمنتهى الوضوح. ولعيبه النادي الاهلي بقوتها في ظل وجود مدرب كبير كان موجود في هذا الوقت جهز اللعيبه والنادي الاهلي جاب لعيبه. الاهلي كان ليه دور كبير جدا ومؤثر في المنتخب الوطني في هذا التوقيت يعني. فدايما الانديه الكبيره لما يكون عندها لعيبه كبيره جدا ولعيبه مميزه ولعيبه ليها خبرات كبيره جدا بتقدر تحسم بطولات قاريه. المنتخب برضه بيعلى وبيكون ليه تميزه وبيكون ليه قيمته وبتكون ليه بطولاته وبتكون ليه انجازاته. ما حدش يقدر ينكر ده. منتخب مصر سواء كان طبعا الاهلاء يعلمون هذا او حتى لو بعض الحاقدين والجاحدين والناكرين ما يقدروش ينكروا ده يعني موجودة يعني. طب منتخب مصر شايف حظوظ منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المحترفين اللي موجودين هل قادرين على احتكاك أو قادرين على الاحتكاك مع النجوم اللي موجودة في منتخب السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون؟ منتخب مصر دايما معروف من القوى العظمى في قارة أفريقيا. الكرة المصرية معروفة طول عمرها يعني وأنت دايما مرشح للوصول للنهائيات ودايما مرشح للمنافسه على البطوله دايما طول عمرك كده. بدليل انك حتى بعد ما غبت 3 دورات متتاليه جيت في 17 وصلت فاينل. يعني ما تتفق او نختلف على المستوى والطريقه اللي وصلنا بيها والبعض انتقد وهاجم وكده لكن في النهايه مصر وصلت النهائي. مصر قدرت تحقق الهدف ده. فكون البطوله موجوده على ارضك فده اقدر بانك انت المرشح رقم واحد للفوز ب اللقب القاري ان شاء الله. معاك قوى قاريه وقوى افريقيه كبيره جدا وقوى عتيقه الكاميرون وغانا ونيجيريا والسنغال وقوى صاعده اخرى موجوده ودول الشمال الافريقي تونس والجزائر المغرب كل دي قوى موجوده. لكن يظل منتخب مصر هو المرشح الابرز الاقوى للفوز بالبطوله ان شاء الله. اللي عايز اكد عليه ان البعض بيستهين بالمجموعه بتاعه مصر اللي هي زيمبابوي والكونغو الديمقراطيه واوغندا. هذه الفرق الان زيمبابوي كان عندها ماتش من 48 ساعه مع نيجيريا وتعادلت مع نيجيريا، ما يشير الى ان هذا الفريق قوي وفريق يقدر يحرجك على ارضك وسط جمهورك. فريق الكونغو الديمقراطيه كان عنده ماتش امبارح بيلعب مع بوركينا فاسو وعمل مباراه كبيره جدا وتعادل مع بوركينا فاسو. منتخب اوغندا نعلمه جيدا ولديه لاعبين مميزين جدا في محترفين مميزين ويعني كسبناه بصعوبه في تصفيات كاس العالم هنا وخسرنا منه هناك. اعتقد ان احنا امام مجموعه ليست سهله. ليست سهلة طيب. وقد سبب لنا حرج لكن إن شاء الله منتخب يقدر يتجاوز هذه المجموعة. الشارع المصري دايما أنا بسمع كلام في الشارع المصري وعندهم تساؤلات وعندهم بعض الاستفسارات. بيقولوا أن بطولة أمم أفريقيا كانت دايما بتقام في الشتاء وكان دايما بيكون في إجهاد وضغط بالنسبة للعيبة المحترفة اللي بتشارك مع منتخباتها وبالتالي ما كانوش بيظهروا بالمستوى اللي احنا بنشوفهم عليه مع أنديته. البطولة حاليا هتقام في الصيف يعني بعد انتهاء موسم كامل في كل الدورات العالمية وبالتالي اللعيبة كلها هتكون بكامل قوتها البدنية والفنية. هل ده ممكن يكون ليه دور ان المنتخبات الافريقية التانية تنافس بقوة مع المنتخب المصري غير كل بطولة؟ ما اعتقدش انها هيكون في مفاجآت كبيرة جدا في البطولة من منتخبات او قوى صاعدة. القوى التاريخية الكبيرة هي اللي هيكون ليها وجود هي اللي هيكون ليها منافسة زي ما قلت لحضرتك مصر غانا الكاميرون نيجيريا السنغال تونس الجزائر المغرب. اعتقد الامور ستكون محسومة في الادوار النهائية بين هذه المجموعة من الفرق يعني. نروح لفاصل ونرجع نكمل بعديها مع الاستاذ محمد القوصي. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع حضراتكم مع الاستاذ محمد الغوصي الناقد الرياضي والبيان الاخير لاتحاد كره القدم واللي انا سالته واللي انا قريته على حضراتكم وقلت لحضراتكم كمان جدول مسابقه بطوله الدوري المصري الممتاز وايضا كمان اتكلمنا على تواريخ مسابقه كاس مصر والسوبر المصري ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. استاذ محمد البيان قريناه وعلقنا عليه لكن في جزء مهم جدا انا حابب ان انا اطرحه مع حضرتك وحابب ان انا اعرف راي حضرتك فيه وهو قيمه النادي الاهلي في البيان اللي طبعا اعلنه اتحاد كره القدم. وانا شايف ان اتحاد كره القدم طبعا البيان فيه بعض الايجابيات زي قيمه النادي الاهلي اللي موجوده
واللي دايما محدش ابدا يقدر ينكر النادي الاهلي هو نادي عريق، نادي كبير. طبعا كل الانديه وكل المؤسسات الرياضيه بتحترم النادي الاهلي، وبالتالي عايز اعرف راي حضرتك في الجزء الخاص في البيان بالنادي الاهلي. انا زي ما اكدت لك ان النادي الاهلي ده بيشتغل بنظام مؤسسي، فلما بيعمل حاجه وبيعلنها بتكون مدروسه بمنتهى القوه، سواء كان الهدف منه الدفاع عن حقوقه ومصالحه والدفاع عن مصالح الانديه المصريه، لان الاهلي من نادي الانديه الكبيره جدا اللي له الشعبيه الطاغيه في مصر، فاذا كانت تهم مصلحته بالدرجه الاولى فبالاولى بتهم مصالح الانديه الاخرى يعني. فلما عمل البيانات اللي عملها في الفتره الاخيره وكشف فيها الكثير من الخطايا والاخطاء، كان حاجه مدروسه وموثقه ان محدش يقدر يعترض عليها، حتى اللي ضدك اعترف بيها واعترف بصحتها. فلما يجي بيان اتحاد الكوره بنشوف فيه البيان ده بيعلي قيمه النادي الاهلي وبيؤكد على صحه موقف النادي الاهلي. البيان برضه مركز على وطنيه النادي الاهلي وعلى طلبات الاهلي المشروعه وعلى حقيقه النادي الاهلي المشروعه، لكن ضيق الوقت اللي موجود مش هيقدر ينفذ فيه. طبعا يعني كنت انت ممكن تتجاوز هذا الوقت، لكن خلاص ما باليد حيله، خلاص اصبحنا يعني سبق السيف العزل وانتهت القصه، وما قدامكش حل دلوقتي غير انك انت تلعب بعد كاس الامم الافريقيه. الاتحاد الكره يعني برضو اكد في بيانه ان هو سيبذل، والسؤال ده اللي سالتوني ويمكن ما جاوبتكش عليه بخصوص القيد الافريقي، ان هو اكد على النادي الاهلي بيطالب بحسم موقف القيد الافريقي، اتحاد الكره بيؤكد ويجدد ان هو سيبذل قصارى جهده علشان يقدر يمد فتره القيد الافريقي، وحددها في البيان ب 5 اغسطس. نتمنى ان ينجح في ذلك، فيعطي للانديه المصريه فرصه يعني 7 أو 8 أيام يقدروا يظبطوا فيهم عمليه القيد، ومن الانديه ما تدفعش غرامات، ويقدر اللعيبه اللي يسجلها النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي هيشارك في البطوله القاريه ان يقدر يستفيد من كل اللعيبه وما يتاجلوش لدور ال 16. كمان في تقنيه الفار، ودي حاجه مهمه جدا وكان بيطالب بيها النادي الاهلي، واعتقد التقنيه دي هتساعد بدرجه كبيره جدا الحكام المطريين، ومهم جدا ان هي تكون موجوده علشان لو في اي خطا هيبقى واضح قدام الناس كلها. تقنيه الفار وتم تطبيقها في مصر، الماتش مش هتلعب. لا يا حبيبي هتلعب والله هيتلعب. لا طبعا انا بهزر، لا ما هيكون ليها ضوابط. بهزر يعني على كل دقيقه يا كابتن بص على الفار، يا كابتن انا ليا فاول هنا، يا كابتن ليا ضربه جزاء ليا زي ما حضرتك عارف يعني، احنا دمنا خفيف. طبعا انا خف الدم المصري ماشي اوكي، والبعض هيتكلم ماشي مفيش مشكله، لكن هيبقى في قوانين وفي ضوابط وفي التزامات وفي اشتراطات علشان تقدر تلجا للفار. ف كون اتحاد الكره يعلن انه سيسعى لتطبيق الفار، وده هيقلل من اخطاء الحكام وسيعطي كل ذي حق حقه ان شاء الله في المسابقه في الموسم الجديد. نقطه ثانيه وقلت لك اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي تشكيل اللجنه اللي هتعمل لائحه جديده للمسابقات، وده كان شيء طبعا غير موجود وغير مسبوق، ومهم جدا ان اللائحه دي زي ما هتتعمل تعرض على الانديه يؤخذ فيها راي الانديه. مهم جدا ان يكون ده موجود. مسابقه برضو كان في كلام خاص بعمليه عدم قدره اللعب المسابقه بدين الدوليين، ده لسببين. اولا هيصطدم بان في انديه مش موافقه على ده، وطبعا اولهم نادي الزمالك، وغير كده ان ده ممكن يعرض لك المسابقه لعدم قانونيه. يعني مهم بالرغم من في سلبيات كتيره موجوده في اتحاد الكوره، نتمنى ان بعض الايجابيات اللي موجوده يسعون الى تنفيذها وتفعيلها خلال المرحله المقبله ان شاء الله. استاذ محمد شرفتني ونورتني، واستمتعت جدا جدا بوجود حضرتك وارائك دايما الجريئه والمميزه في قناه النادي الاهلي، بيتك البيت الكبير. شكرا كابتن ربيع، انا دايما اللي بتشرف بالتواجد معاكم، اللي بتشرف بالظهور على شاشه قناه النادي الاهلي. تمنياتي ليكم دايما بالتوفيق يا رب ان شاء الله. طيب وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الاولى. تاني مش معنى الكلام الايجابي اللي موجود ان احنا نتخلى عن المطالبه برابطه انديه محترفه تنظم بطوله الدوري او النصف الممتاز الموسم القادم، طلب لابد من ان شاء الله وجود حل ليه في الموسم المقبل، وكمان مش عمل تطوعي يكون عمل براتب ويكون متفرغ تماما لاداره مسابقه بطوله الدوري النصف الممتاز. لسه مكملين معاكم في فقره الالعاب الاخرى مع نجم النادي الاهلي ونجم مصر الكابتن خالد العوضي، ولكن بعد الفصل. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في الفقره الاخيره من الاهلي الليله بعد شهر راحه رمضان والعيد، كل سنه وانتم طيبين.
يعني كده تمام. هنبدأ سنة جديدة إن شاء الله في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية وموسم نشاط رياضي جديد. قفلنا سيزون ببطولاته بنجاحاته بإخفاقاته، كسبنا كتير وخسرنا، لكن كان موسم في الآخر موسم متكامل للنادي الأهلي. أكيد كان فيه سلبيات وإيجابيات، وأكيد ده كان فيه معالجة داخل النادي الأهلي وداخل النشاط الرياضي في النادي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله تكون سنة جديدة سعيدة علينا ببطولات اللاعبين الأبطال العظماء اللي عندنا في النادي الأهلي. بإذن الله هتكون سنة مليئة بالبطولات، ودائما وأبدا نجومنا في جميع الألعاب الجماعية والفردية بيشرفونا وبيقفوا على منصات التتويج اللي هي أهم حاجة عند جمهور النادي الأهلي وعند النادي الأهلي وأبطال النادي الأهلي. النهاردة معانا كابتن كبير، كابتن نجم يعني خلوق، أنا فعلا بعتز بصداقته جدا، وفعلا هو من أحد نجوم ورموز النادي الأهلي في لعبة التنس طاولة. معانا ومعاكم كابتن سيد لاشين. كابتن سيد مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، ربنا يبارك فيك على انترو الجميل ده. ازاي ده أقل حاجة يا كابتن سيد، يعني فعلا نجم من نجوم النادي الأهلي ورمز كبير في التنس طاولة، ناس كتيرة بتقتدي بكابتن سيد لاشين. نعمة من الله، والله فضل من نعمة من الله ان الواحد يعني قدر يبقى جزء من تاريخ النادي الأهلي في تنس الطاولة. يعني أنا بالأمانة والله عمري ما كنت أحلم ان أنا ممكن أبقى حاجة كده، والحمد لله رب العالمين، كل ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. سيد من اسكندرية للنادي الأهلي وهو طفل صغير قال أو يعني شاف في نفسه ان هو ممكن يحقق الحلم ده، ولا الحلم ده اتحقق بالطبيعة يعني بالحياة بمرور الحياة العادية؟ لا، وانا صغير ما كانش فيه بلاننج للموضوع ده هي. يعني تمام، بس يعني لما وصل الخطوه يعني كل خطوه اتخذت يعني انا بحمد ربنا الحمد لله ان كان فيها توفيق كتير قوي. يعني لما كنت بلعب في سبورتنج ما كنتش متخيل ان انا ممكن اسيب سبورتنج، ولما جيت النادي الاهلي لا فعلا يعني الحمد لله رب العالمين كنت موفق توفيق مش طبيعي في الوقت التوقيت ان انا جيت فيه النادي الاهلي، والتكملة بقى الحمد لله ربنا كرمني بيها. يعني امتى سيد لاشين حس في حياته ان عنده حلم لازم يحققه، وامتى حققه؟ وانا لعيب طبعا، يعني دايما بيبقى حلمي وقتي يعني بتاع دلوقتي كويس، المنافسة اللي انا داخلها او البطولة اللي انا داخلها احاول اطلع فيها الاول على قد ما اقدر كويس تمام. بعد ما البطوله تخلص بنتنقل بقى للي بعدها. يعني دايما انا مش من النوعيه اللي دايما بتبقى عامله بلاننج للسنه كلها في اخرها ايه اللي هيحصل خالص. انا دايما عندي البلان، مش ببص تحت رجلي، بس انا الماتش ده اللي انا بلعبه دلوقتي او اللي انا هلعبه نهايه العالم بالنسبه لي، بالنسبه لي ده بيبقى حياه وموت تمام. لازم اخلص الماتش ده كويس واحاول اكسبه، حتى لو الماتش ضعيف او ماتش في بطوله مش صعبه تمام، بس هو ده اللي انا اتعودت عليه، ان انا لازم اكون ماشي في سكتي صح. سكتي صح معناها انا ادي المنافس اللي انا بلعبه تمام احترام وقيمه عشان اقدر اكسبه، واكسبه يعني اكتر حاجه مرتاحه، يعني اكتر يعني عندنا 3-0 و4-0 وبتاع، احاول دايما ان انا يعني اكون احنا بنقولها دايس على اللي قدامي بحيث ان هم الماتش ما يطولش. فدي يعني هي دي الخطوه بتاعتي، هي هو ده البلان بتاعي، ان الماتش ده تمام اخلص افكر في اللي بعده، اخلص افكر في اللي بعده، والحمد لله رب العالمين نوعا ما هي ناجحه معايا يعني الحمد لله. تاريخ كبير في النادي الاهلي 17 ما شاء الله 17 سنه 17 سنه كابتن سيد لاشين في النادي الاهلي، لكن قفلنا سيزون نجاح 100% ما شاء الله العلامه الكامله، عربيه ودوري وكاس في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين. قفلنا سيزون فالتاريخ كتب، التاريخ هيكتب ايه في السنه الجديده كابتن سيد لاشين؟ نتمنى من الله ان هي نفس العلامه. احنا عندنا اخر 7 المفروض دوره بطوله الانديه الافريقيه في نيجيريا، وبعديها يمكن في 9 او في نص 9 هيبقى في الانديه العربيه، وبعد كده الكاس والدوري بقى بتوع مصر. يعني السيزون بادئ افريقي عربي مش بادئ دوري محلي فكاس في افريقيا. لا، الدوري عندنا هيتاخر شويه، يمكن يبتدي في 10 في 11 حاجه كده. لو رجعنا ما قررش يعني. سيد لو رجعنا للسنه اللي فاتت، ايه اصعب بطوله النادي الاهلي عدى بيها بصراحه؟ كاس مصر. اشمعنى؟ احنا ماشيين، هي البطوله كان ماشيين ما فيهاش مشكله خالص، والدنيا كانت ماشيه لطيفه، بس حصل كده موقف في الاخر واحنا داخلين على الفاينل يعني. فالموضوع كان صعب، فلعبنا من غير محمد البيلي. هايل. تمام؟ فالماتش بقى محمد البيلي لما هو لعيب مؤثر، و يعني هو رقم 1 دلوقتي حاليا في الفرقه،
فموضوع ما بقاش بنفس القوه لما تبقى نازل وفي الفرقه كلها الحمد لله ابطال، بس يعني هو ده كان الترتيب ان هو المفروض ان هو هيحصل. فلما ما نزلش يعني نوعا ما انا اكون صريح معاك يعني تهزيت شويه و... لان انا يعني بحكم بكل الخبره دي كابتن سيد لاشين ممكن ماتش يقلقه شويه. لا انا ما قلتش قلقت انا قلت هزيت. تمام، فالقلق انا ما بقلقش من حاجه لان الحمد لله رب العالمين مبادئي ما بغيرهاش. كويس، انا طول ما انا بدي الخصم بتاعي احترامه وتقديره على الطاوله تمام، فاكسب اخسر مش قصه. تمام، انا بجتهد عشان اكسب. حتى لو خسرت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وانا اجتهدت على قد ما قدرت وخلاص. الموقف كان جديد يعني، اللي هو ان البيلي مش هيلعب وانا رايح الصاله وان البيلي هيلعب. ده انت عرفت في الطريق فجاه يعني فجأة. انا في دماغي ان هو هيلعب، بس هو طبعا هم الجهاز الفني كان ليه وجهه نظر ثانيه، والحمد لله رب العالمين نوعا ما توفقنا فيها، والنتيجه ان احنا كسبنا الماتش وخلاص. وكابتن سيد لاشين بيتكلم حالا، انا شايف ان كابتن سيد ده حاجه عظيمه، رقم واحد في مصر. الله يكرمك. قال ان كابتن محمد البيلي هو رقم واحد، اخلاق عاليه جدا. لا يا مش قصه اخلاق. ان انا اخر واحد في فرقه الاهلي. انا ترتيبي بالنسبه لنفسي انا اخر واحد بالنسبه لفرقه الاهلي. كابتن الفريق يبقى اخر واحد؟ انا دي ده وجهه نظر، ده عقليتي انا. ده عقلي. لو انا حطيت نفسي رقم واحد تمام خلاص، انا مفيش طريقه للاجتهاد. انما انا في دماغي كده، انا الحمد لله رب العالمين ده الهدف بتاع سيد دايما شو. انا اخر واحد في الفرقه. حتى لما كنت بلعب في المنتخب قبل الاعتزال وده، انا بفكر ان انا اخر واحد. لا والله، لو هم حطوني في السكور اوكي، ما حطونيش في السكور اوكي تمام، لعبت رقم واحد بجتهد ان انا العب يعني اكسب ماتشاتي، لعبت رقم اثنين، لعبت رقم ثلاثه، ما لعبتش حته الفرق دي بتاعت المدير الفني. انما دايما عقدت انا من جوايا انا اخر واحد في الفرقه واضعف واحد في الفرقه عشان اقدر اكمل. عشان كده سيد لاشين وصل هو عايزه. لسه ما وصلتش لكل حققت احلامك كلها في التنس طاوله؟ ما انا احلامي ان انا اكسب ماتش. ده الحلم. ده حلمي. ده الحلم الصغير. لا هو كده. احنا اللعبه كلها يعني ماتش مترتب على بعديه ماتش على بعديه ماتش، اغلب بطولات بنلعبها نيك اوت. تمام، اللي هو لو خسرت خلاص هتقعد تتفرج. تتفرج على طول تسقف. زي ما بيقولوا. بالظبط، فانا ما بحبش سقف. ما بحبش سقف. فقلت انا يعني دايما احب اكسب الماتش اللي انا بلعبه. اخلصه وافكر في اللي بعده. البطوله بقى اللي انا بخشها انا عارف مثلا عندنا انديه افريقيه فبنستعد. تمام، اقصى حاجه انا طموحي ان انا اوصل للفورمه في الانديه الافريقيه. وصلت. تمام، وابتديت العب الماتشات. لازم يبقى طموحي ان انا اكسب ماتشي. اللي هو بالطبيعه هيبقى بيساعد الفرقه انها تكسب الماتش. تمام، فهو ماتش ولا اثنين؟ ماتش ولا اثنين حسب ايه في السكور؟ حسب السكور. احنا يعني عندنا اي بي سي. كويس. اي وبي كل واحد فيهم بيلعب ماتشين، وسي بيلعب ماتش واحد. كويس. تمام، ممكن الاهلي يحتاج ان انا العب ماتش، ممكن العب ماتشين، ممكن العب رقم واحد في الفرقه او رقم اثنين او رقم ثلاثه، او ممكن ما العبش. عمره ما اعترض على الكلام ده خالص، ولا اتكلم خالص ان يلعب اي او بي او سي بصراحه. هو الحمد لله رب العالمين يعني انا بقالي زي ما انت عارف كده 17 سنه هنا في النادي، فعلاقتي بالجهاز او الاجهزه اللي كانت موجوده من ايام دكتور علاء مشرف الله يمسيه بالخير ويبارك له، كابتن اشرف عبد الفتاح، شريف الساكت، كلهم يعني كلهم طبعا الأفضل. كلهم اخواتي الكبار وحبايبي، وهم الحمد لله بيقدروني. وساعات ممكن نتكلم في السكور في بعض ماتشات انا ما بتكلمش فيها خالص نهائي، عايزني يحطوني ما يحطونيش، العب فوق العب ثالث ما يفرقش في ماتش. في انا فاكر في ماتش واحد يمكن ماتش او ماتشين تحياتك. هو يعني احنا بنتناقش في السكور عادي، انما حاجه تخص سيد يلعب فين او ما يلعبش فين، يمكن ماتش او ماتشين انا في حياتي كلهم اتكلمت فيهم انا العب فين بس، وكان انا العب فين عشان مسؤوليه تبقى عليا. تمام، لان كنت شايف في الوقت ده انت متحمل. بالظبط، هنلعب مع فلان وفلان ده كويس قوي، لو حد تاني من الفرقه لعبه في الظروف دي ممكن يتوتر الماتش يبوظ، وهم كان ساعتها كان اغلبها في الانديه العربيه كان معاهم محترف صيني هيكسب الماتشين. تمام، فلو المحترف كسبني مش قصه، بس لو اللعيب كان هو اسمه خالد من السعوديه، لو خالد ده كسب حد وكان في الوقت ده فورمته وشايفه في الماتشات يعمل كده، فانا ساعتها كنت رقم تقريبا كنت رقم واحد. وقلت الكابتن اشرف خلينا انا على خالد في الماتش الثالث.
التالت انزل تالت ماتش عشان يعني اكسب خالد ونكسب الماتش 3-2 نضمن الماتش بالظبط. وده الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله وكسبنا الماتش ده. يمكن الباقي كله بيبقى هم رايهم كامل يعني. رايهم كامل. طيب قول لي بقى، قفلنا السيزون، الجمهور فاكر ليكوا ان انتوا كسبتوا كل بطولات السيزون اللي فات العلامه الكامله الحمد لله رب العالمين. استعدينا ازاي للبطوله الافريقيه؟ احنا لسه ما استعدناش، احنا لسه بنبدا احنا لسه انت عارف بقى العيد ورمضان طبعا. خلصين السيزون قبل رمضان على طول. فشهر رمضان كانت يعني زي ما بيقولوا كده ايه التمرين بالهادي على الهادي شويه عشان ان شاء الله رب العالمين يعني نبدا اول يعني يمكن خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبتدي القصه. يعني في رمضان والعيد، العيد طبعا اجازه لكن رمضان كنت بتمشي ايديكم بيدوب بنحافظ بس عشان انت عارف بقى رمضان وبعديه الكحك على طول. بتحب رمضان ولا الكحك؟ انا بموت في رمضان. رمضان فعلا كحك لا مش ماليش تقول عليه، مالكش تقول عليه بس انما رمضان ده انا بعشق رمضان كل يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى احلى ماتشات واحلى بطولات لعبتها في حياتي كان في رمضان. منها الاولمبياد بتاعت لندن. منها الاولمبياد لندن كان هي احلى بطوله في حياه سيد رشيد بصراحه. يمكن الاولمبياد ده بالاضافه طبعا لبعض بطولات، مع يعني مش هقول بكل بطولات النادي الاهلي يعني عشان ما بقاش دبلوماسي قوي. لا في بطولات في النادي الاهلي احنا الحمد لله كسبناها بسهوله. فعارف انت اللي يعني ما بتحسش بالشده قوي. انما في بطولات اعتقد العربيه او الافريقيه هي الاهم. كان في مره مثلا في لعبنا في اليمن بطوله انديه عربيه، كنت انا واشرف صبحي وعمرو ده كابتن اشرف اللي هو مدرب دلوقتي مدربك، كنا احنا الثلاثه. البطوله دي زي كده بالظبط اللي كل الماتشات بلس 90 كلها. يمكن ماتش واحد كنا في الاول لعبناه اللي هو في الاول مجموعه مع اخر فرقه في المجموعه، خمس ماتشات البلاس 90 ده اللي انت بتلعب لغايه اخر نقطه اخر ماتش وتعادل يبقى خسرانين في اخر ماتش سكور مثلا اللي هو 8-4 في خامس جيم في خامس ماتش، ففاضل اللي قدامه بونتين ثلاثه ويكسب والله المستعان بقى وتقلب. وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في بونت ولا في بونتين تلاقي الماتش خلص الكيرف قلب. احنا كسبنا البطوله دي كسبنا خمس ماتشات، عمرو كسب صيني واشرف صبحي كسب عبد العزيز عباد في الفاينل، وده كان يعني في الوقت ده كان صبحي تقريبا يمكن على 40 سنه في سني دلوقتي ده. تقريبا بس سنك يا كابتن سيد ربنا يكرمك ويخليك لينا. كان في سني دلوقتي وعبد العزيز طالعه كويسه جدا تمام، فكان ماتش الموضوع صعب. فالحمد لله هو كسب الماتش ده وساعتها انا كسبت مثلا واحد صيني عمر يعني جاء 3-4 عندي عربيه ما خسرش وكسبت الماتش ده وتوفقت الحمد لله وعدينا الحمد لله. ده كان بطوله زي فعلا والله زي اللي هي بلس 90 اللي هي احنا كلاعيبه قاعدين زي الجمهور على اخر نفس مستنين اخر كوره، الكوره تنط بره او تيجي في الشبكه عشان عشان ترمي المضرب. والله خمس ماتشات كده خمس ماتشات ما شاء الله. قول لي البطوله الجايه بطوله افريقيه قويه ان شاء الله، الافريقيه ولا العربيه؟ الاقوى طبعا الاقوى يعني هما الاثنين اقوياء بس بتختلف مثلا في الانديه العربيه انت عندك كل الدول بتقدر تجيب محترف عشان بلاد عربيه معاها فلوس تمام. انت عندك دي هتبقى في نيجيريا، الانديه الافريقيه هتبقى في نيجيريا. نيجيريا ارونا صاحبك بيلعب في نيجيريا بس انا مش عارف بقى هيقدر يجي ولا لا، ان هو لو هيجي محترف هو محترف في البرتغال وبيلعب في الشامبيونز ليج وده المفروض القانون بتاعه ما ينفعش يلعب معانا، ما ينفعش يرجع ما ينفعش يلعب في دوري تاني تمام. فمش عارف بقى الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، هل هينفع ولا مش هينفع، هيلعب مع الاهلي ولا هيلعب مع نيجيريا؟ ما دي نقطه ثانيه ما انا يعني جايب البطوله في نيجيريا هو بيلعب مع الاهلي ضد نيجيريا برضو دي انا مش يعني مش ملم بيها بس انت بس انت شايف ان هو لو جه اضافه للنادي الاهلي طبعا لعيب لعيب محترم ولعيب كويس جدا والفتره دي كمان هو من احسن فترات حياته يعني عمل نتائج كويسه قوي. علاقه سيد لاشين وارونا ايه لعيب نيجيريا؟ زي الفل جميل علاقة قوية وطيدة انا مسميه تايجر وهو مسميني كابتن او يقول لك كابتن لازم يقول لك كابتن كده. قول لي انتوا مع بعض في رابطة اللاعبين؟ لا هو مش في الرابطة هو مش في اللجنة يعني في اللجنة لا هو مش في اللجنة الأفريقية اعتقد لا هو لعيب بس هو لسه لعيب طيب قول لي على فكرة انا مش انتوا الاثنين لسه لعيبة. طب قول لي شايف المنافسه ازاي في البطوله الافريقيه اللي جايه؟ مين هينافس النادي الاهلي في البطوله الافريقيه؟ نيجيريا. خلي بالك دي بدايه السيزون عندنا.
ان شاء الله تبقى خير باذن الله. لا ده سيزون للفرقه كلها دي اول بطوله يعني في يوليا دي ان شاء الله باذن الله يبقى اول يعني اول بطوله تخش النادي الاهلي باذن الرحمن. شايف ان نيجيريا هي التارجت بتاع النادي الاهلي ممكن ما تبقاش اول بطوله الايه ممكن ما تبقاش اول بطوله ليه ان شاء الله يبقى الدوري 30/7 ان شاء الله يلا ان شاء الله دوري الكوره يخش واحنا يا رب يا رب يا رب يا رب. انت لا بس 30/7 دوري الكوره هيخلص انت هتكون لسه انت هتلعب فيهم 20 اعتقد 27 لا 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 احنا يمكن 3/8 3/8 احنا نسافر 30/7 تقريبا في اغسطس ان شاء الله يا رب نتمنى ده اكيد لكن شايف ان وجهه نظرك ان نيجيريا هي اصعب الفرق هي اصعب الفرق بالنسبه لنا دايما هو الديربي بتاع افريقيا دايما احنا ونيجيريا وكان في كونغو شويه بس يعني اللي كان بيصرف عليهم دلوقتي كبر دماغه من الاخر كان وزير وماسك وزير غابات حاجه جامده قوي هناك وكان هو بيحب اللعبه ومهتم بيها وبقى لهم يمكن سنتين او ثلاثه مش ظاهرين على الساحه يعني. طيب قول لي الالعاب الفرديه يلا نفسي انا بتاع لعبه جماعيه لازم احب صاحبي واحب الكابتن اللي جنبي ونحب بعض عشان نقدر نكسب دي حقيقه صح الالعاب الفرديه يلا نفسي ازاي التكوين انا شفته من مراحل سنين في التنس طاوله وحاسين انتوا تيم واحد شغالين مع بعض باسلوب واحد كل واحد عايز التاني يكسب مع ان الالعاب الفرديه انت فاهم يلا نفسي ازاي التكوين ده حصل ازاي بصراحه لما يبقى عندك يعني كل واحد في الفرقه طبعا الحمد لله مش هتكلم عليا بس هو الفرقه لازم هيكون لك دور لا لا اللي قبلي تمام كابتن اشرف صبحي وكابتن شريف الساكت وكابتن شريف ضياء وكابتن عمرو رضا وكان في ناس كتير قبليهم دكتور علاء وكابتن اشرف عبد الفتاح وكباتن كبار وكابتن فتحي عبده والناس اللي كانت يعني بتلعب مثلا اهلي وزمالك والكلام ده انت لو كنت بتتفرج عليهم كنت هتعرف يعني ايه روح فريق فحتى في مثلا في الهاند بول انت بتباص للاعيب بتاعك طبعا تمام عشان هو اللي يجيب الجون حتى اللي انت شايف زاويته احسن صح. تمام فاحنا برضو عندنا كده احنا في ماتش الفرق في الفردي كله بيقطع بعض كله بواحد بيدور على مصلحه في الفردي حقه ان هو عايز يبقى هو رقم واحد او هو يبقى في المنتخب او دي حاجه ترجع له هو بصراحه شديده وانتوا بتلعبوا في الفردي بتكلموا مع بعض ولا خلاص كل واحد بيتوكل على الله مع نفسه وبعد ما يعني ايه بنكلم بعض يعني بتكلموا بعض بتقول له انت لعبت الكره دي كويسه لا العب على الفور هاند العب على الباك هاند يعني بصراحه لا يعني في الفردي واحنا لعيبه مع بعض في الماتش يعني لا مش في الماتش خلاص انت في الماتش يعني احنا اتنين ضد بعض لا ضد بعض ما حدش بيكلم بعض طبعا يعني ممكن في ساعات في ناس بتشتم بس يعني بتتمشوا على بعض في الملعب في الفردي انا يعني انا لا الحمد لله انا ما يعني انا باخد الموضوع بصدر رحب لان انا مش عايز اللي هو يعني دايما يبقى في مشاكل بيني وبين اللعيب اللي انا بلعب معاه كويس انا ما بعرفش يبقى في ضغينه بيني وبين اللي قدامي فممكن الموضوع ياثر عليا بالسلب مش بالايجابي يعني. انما العادي انه لا احنا في الفردي كل واحد بيبقى عايز يكسب التاني تمام بطريقه محترمه طبعا بيشجع نفسه ده انت بتتكلم على فرقه يعني فرقتنا احنا بيجي يلعبوا بعض يعني احنا الحمد لله الفرقه عندنا يعني يمكن 6-7 في ناس منهم في المنتخب وفي على شفق المنتخب شفق دخول المنتخب ان شاء الله فاحنا في الفردي بنقطع بعض انما الفرق لا كل واحد في ظهر التاني على كل واحد عايز التاني يكسب لانه دي الفرقه هي دي الباصه اللي هي عندكم في الهاند بول غيرنا احنا عندنا ان واحد بيقف على الطاوله تمام بياخد سبورت جامد من الفرقه اللي قاعده على البنش بره وده بيفرق معانا احنا جامد حسيت وانت في بطولات كتيره وانت واقف على البنش وانت بتشجع مش بص مع احترامي لكل الجميع دايما اللعيبه بتبص لك بينك وبينهم كوميونيكيشن معينه ازاي حصل الكوميونيكيشن ده؟ نرجع خطوه خطوه رفيعه كده صغيره اكبر واحد في الفرقه محمد البيلي كويس كان دكتور علاء كلمني في يوم البيلي جه من المنصوره المنصوره بلديات ففي الوقت في الوقت ده قال لي اقعد معاه شوفه لانه لو هيبقى مغترب هيقعد معايا انا في الشقه كويس فده اكبر واحد في الفرقه اعتبر انا من الناس اللي ساعدت ان البيلي يجي النادي الاهلي الباقي كلهم اصغر منه واخواتي الصغيرين تمام اتربوا على ايدك اسمها كده ممكن بقى انت لو مش يعني انا هحسبك ان انت كنت كابتن سيد الحمد لله رب النادي وهم كلهم ماشيين طالعين اللهم لك الحمد تمام واحنا في الماتشات انا قبل الماتشات انا كنت بتمرن معاهم في النادي انا بتمرن معاهم في النادي ولما كنت في المنتخب برضو كنت بتمرن معاهم فعارف وحاسس بيهم هم عاملين ازاي الفورمه بتاعتهم تسمح ايه وبلعب معاهم وببقى شايف طريقه اللعب والكلام ده فبقدر
يعني اقيمهم او اقيم فورمتهم نوعا ما زي المدرب، ويمكن باحساس اللاعب بتبقى زياده سنه. تمام. وانا بلعب مع المنافسين بتوعهم، انا اللي بلعبهم كمان. تمام. فعارف ايه اللي بيضايق المنافسين، لو لعبت هنا ايه اللي بيضايقه، لو عملت ايه اللي هيضايقه. فبتبقى المعلومه بالنسبه لي نوعا ما واقعيه احسن لهم. تمام. مش احسن انها معلومه، لا هم بياخدوها مني زي ما بياخدوها من المدرب، بس بيبقى هنا عشان سيد بيلعب. سيد لسه ملعبهم في الماتش مثلا، ممكن مثلا الاعب واحد واخلص الماتش بعدين مثلا البيل ينزل يلعبه، او خالد او عمر بدير او اي حد من الفرقه ينزل يلعب نفس الماتش تاني. فبقى لسه انا لسه مجرب ده دلوقتي معاه، فبتبقى يعني المعلومه طازه. طازه زي ما عشان انت جوه الملعب بالظبط. المدربين الحمد لله رب العالمين عندنا جهاز اللهم لك الحمد على اعلى مستوى. التدعيمات اللي جايه كمان ان شاء الله هتبقى اعلى مستوى، والفكر موجود. تمام. بس هي يمكن النقطة اللي مش موجودة عند الجهاز ان انا بلعب. تمام. انت لسه لعيب. اصل انا محطوط في حتة مزنوق بين الاثنين، يعني انا انت حلقة الوصل، انا لعيب وجهاز. تمام. تمام. كابتن فريق كابتن فريق ده بيبقى لعيب صح وبيبقى في الجهاز. مظبوط. فبقى في الفرقة 10 سنين. تمام. فخلاص يعني اللي هو الحتة داخلة جبتني في حتة مهمة. سيبنا ان الفرق كبير 10 سنين. المفروض كبير. الفرقة كلها ما شاء الله شفتهم عليهم نجوم. الحمد لله رب بس الدماغ عاليه، كل الشقاوه عاليه جدا، التعامل بص دماغ راحه بره الملعب. بتعامل هو ازاي بره الملعب؟ لا بره الملعب اخوات، كلنا اخوات الحمد لله. يعني حتى حته اللي هو هم الحمد لله بيحترموني بيقدروني وكده، بس انا مش بتكلم معاهم بسن. انا عايش معاهم ان احنا اخوات. المرحله بتاعتهم اخوات، واخوهم كبير وكل حاجه، وكله باحترامه وبالضحك والهزار بتاعه. قول لي مين اكتر لعيب فيهم عامل دربك؟ والله كلهم شياطين. قول لي كلهم مقالب بقى وكده وقصص. لا ما عندناش ما عندناش مقالب، بس عندنا ما خفه دم وافيهات. يمكن مين بقى اللي هو يعني حد يقدر عليه الفرقه دي بصراحه؟ لا هو كل واحد في ليهم ملكه بصراحه. بس اللي هو يعني افيهاته حاضره دايما بيبقى خالد اكتر. خالد عصر اكتر افيهات حاضره على طول. ده على طول ده خالد محترم مفرقعه منه. ما بيلحقوش عليه. لا هو يعني دايما الموقف معاه بتلاقي الضحكه طالعه في ثانيه. ده خالد. في عندنا طبعا البيلي برضه ساعات كده ليه مواقف بتلاقي دماغه شتت فيها. كوميديا يعني. وعندك شادي بقى. مين بيقلد الفنانين ومين بيقلد المعلقين؟ علي غلاب. علي غلاب صح. ده تقليد، ده مش طبيعي. ده مش طبيعي صح؟ لا اصل علي في حته ثانيه خالص غير الفرقه. يعني خالد دمه خفيف. تمام. علي ما شاء الله يعني معدي خالص. لا يعني ولا علي ربيع في زمانه. ما يحترف المهنه. لا هو دكتور سنان. ازاي؟ هو لسه يعني هو ده طبعا عينه عادي. دكتور سنان ورايح مع علي ربيع. والله العظيم انا مش عارف، ما قلت له انا مستحيل اجي لك. مش فاهم. مستحيل اروح. عمرك ما هتروح تقعد تحت ايده. مين؟ لو رحت قعدت ممكن يغزني. اتطلع عليك القاب كتيره بس في لقب مهم. يمكن ايه بقى؟ يوم الاسد. الاسد. ايوه انا عايز اوصلها. الاسد. ليه طلع عليك الاسد؟ اوكي عشان اللي هو طريقه لعبي بيبقى فيها شراسه شويه جدا. يعني انا في طريقه لعبي الديفنس قليل. الديفنس بتاعي مش كويس، فلما بهاجم على اللي قدامي بهاجم بشراسه، فهو ده السبب. ممكن بقى حاجات تانية بقى بره. مين اللي طلع عليك الاسم ده ساري تفتكر؟ اسكندرانيه. اسكندرانيه. اصحابك ولا لعيبه؟ لو تقدر تقول اصحابي يبقى هم اكبر مني سنا. هو كان الكابتن محمود حسين اللوز. اللوز اللي هو اسمه محمود حسين والشهره الاوز. 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 تمام. الاوز دي في اسكندريه، لان برضه كان في لعيب برضه في اسكندريه هندبول يا اوز. ده من يعني من الناس اللي هم يمكن اول واحد في حياتي كلها، اول ما انا لعب بين قال الولد ده هيبقى كويس. هو ده كان. هو ده. بس هو يعني صداقه تربطني بيه من قديم الازل يعني. من كام سنه دلوقتي داخلين في 30. لو شاورت على مراحل تدريبيه في حياه سيد لاشين، وسؤال اللي هو بتقول ايه لازم يتسال لك، مين اللي اثر في حياه سيد لاشين في التنس طاولة؟ لا في علامات كتير. علامات كتير. الحمد لله. انا كل واحد قال لي كلمه ونصحني نصيحه ده علامه. لان الحمد لله جريت من السؤال صح؟ لا خالص. انا عايز اسماء، بس انا خايف ان انا اقع مني اسماء. بس في علامه كبيره قوي
كبيره قوي يعني، دي عارف اللي هي ده بيعمل بيك بين منطقه ومنطقه. ده خالد ثابت، العقيد خالد ثابت ده، ده رقم واحد في حياتي. ده نقلني من فتره من اللي هو تقدر تقول مثلا من الهواه للمحترفين. نقلك ازاي؟ يعني ايه اللي اثر في حياه سيد لاشين العقيد خالد ثابت عملها؟ ده لا ده موضوع ده ده يعني كان في مهام ابويا الروحي يعني. مرن خلص تمرين روح على البيت يكلمني في التليفون على العيوب اللي انا عملتها في التمرين والمفروض اعالجها ازاي. خالص اهو صورته اهو. ده صوره دي لسه قريب. دي ايه بقى الصوره دي؟ احكي لي. دي انا كنت في سبورتنج تمام، والفرقه دي يعني كمال عبد القادر اللي على الشمال لابس ازرق، ايوه، وكابتن خالد ثابت اللي هو في النص كويس، وعلى اخويا ومعرفش مين الرابع ده. انا بقى مين الرابع اللي بيصور كاس؟ مفيش مشكله فيه ده. معرفش صور سيد النجم الكبير بتاعنا. قول لي علي بيلعب تنس طاوله؟ طبعا علي بطل افريقيا. و فين؟ في البنج عندنا في النادي. في النادي. ان شاء الله. تعال معاه ازاي علي؟ بصراحه هو اللي بيتعامل معايا ازاي؟ والله انا من غيره ما سواش حاجه. ازاي؟ هو يعني هو يعني هو اللي كان بيعمل كل حاجه. هو اصغر منك. بس هو يعني مركز عني يعني. انا في حاجات عندي اولويات ملهاش علاقه بالحياه. هو كل حاجه تخص الحياه هو مركز فيها احسن مني يعني. مركز فيها. يعني لو في حاجه. بيشتغل ايه او بيشتغل ايه؟ هو لوجيستكس مخلص وفي شركه مصر الصيانه في قسم التامينات. ما شاء الله. ما انا في مصر الصيانه برضو بس انا واخد اجازه من المرتب. عشان انا فعلا ما بعرفش اركز غير كده. انت بركز في الرياضه. انا انا كده. هو يعرف يوزن الاثنين. انا ما حاولت وما ما عرفتش. هسال سؤال مش عايز اساله ممكن؟ لا اسال. اسال. كابتن سيد لاشين قعد كتير في ملاعب التنس طاوله. امتى كابتن سيد لاشين ممكن يطلع من تنس طاوله؟ سؤال صعب شويه. لا مش صعب. يوم ما نادي الاهلي يقول لي شكرا انا طلعت. بس هل في معيار لوجود اي لعيب جوه ارض الملعب؟ الاداء بس. ما عندكش غيره. بس ده اللي بتراهن عليه طول عمرك. يعني انا مش براهن، انا بجتهد. تمام. وفي زملائي في الفرقه بيجتهدوا، ممكن يعدوني، ممكن يبقوا احسن مني، دي حاجه تفرحني. انما انا بدل بقدر اعمل اللي انا اللي ربنا اكرمني بيه ومقدرتي تمام، انا خلاص انا راضي. هل كابتن سيد لاشين ممكن يقول شكرا للتنس طاوله في وقت من الاوقات لوحده؟ لوحده انا؟ لا انا بحب البنج بس يعني. حتى لما بطل، حتى لو بطلت هروح اتمرن برضو. انا يعني اصحابي مثلا اللي هو بيروح يلعب كوره، بيروح يلعب بلاي ستيشن، انا بروح اتمرن. ناوي تاخد بعد ربنا 10 سنين كمان عشان بس 20 سنه في تنس طاوله، ناوي تاخد سكه تدريب؟ هو عامه هو محمد لا صعب 10 سنين. هم المفروض يعني اللي هم الناس اللي حواليا واللي شايفيني في تمريني او في انا بتفرج عليهم صراحه والكلام ده بيقولوا مثلا 4 سنين. بص خلينا ما عندناش وقت، خلينا ربنا يديك الصحه وطول العمر ان شاء الله يا رب وتفضل زي ما انت قاعد. لكن سيد لاشين يتجه للتدريب ولا يتجه للاداره بعد التنس طاوله؟ انا بحب التدريب تمام يعني انا بحبه، بس لو الاهلي عايزني في حاجه تانية في سكه تانية انا ما انا الاهلي هو اللي هيحدد. عشق حياه معاك النادي الاهلي. انا 17 سنه اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. في كان زمان انا وانا في سبورتنج انا بقول لحضرتك انا ما كنتش متخيل ان ممكن العب بره سبورتنج يعني. بس انا فعلا انا لما جيت النادي الاهلي لا حسيت بفرق كبير قوي بين الحياه في سبورتنج وانت بتكسب وانت رقم واحد في سبورتنج، ولما جيت النادي الاهلي و فترات كنت رقم واحد، فترات كنت رقم اثنين، وما لا فرق كبير قوي بين هنا وهنا. هنا انت عارف ايه اللي وراك وايه اللي عليك وان انت المفروض تعمل ايه وتحاول تجتهد ازاي وتحاول تنتج ازاي. في حتت كتير بيبقى الموضوع يعني بدل رقم واحد في النادي بتاعك خلاص ما فيش مشكله عندك. انما ان انت تحافظ بقى على فورمتك وعلى نتائجك المفروض ان الناس متامله ان انت تعملها، لا موضوع مختلف. لو سيبنا الجانب الرياضي ونخش للجانب الايه؟ الاجتماعي. لا الاجتماعي اهم حاجه. حلو الاجتماعي. حلو الاجتماعي. نخش على بقى على الاولاد الصغيرين ولاد سيد لاشين والصوره طلعت لك على طول اول ما جبنا سيره الاجتماعي. سيكس بوند. سيكس بوند. مين بقى؟ قول لي. ده حسين. حسين. تمام. ودي خديجه. خديجه. ودي امل. امل دي مراتك. من تنس طاوله ولا من خير الوسط؟ لا لا. من بره. اسكندريه؟ اسكندريه. قريبتك ولا جارتي؟ جارتك. ما شاء الله
قعدت لا قعدت يمكن 20 سنه ما شفتهاش مثلا. يعني فجاه انا اكتشفت انها يعني ايه 20 سنه ما شفتهاش يا سيد؟ انا ما اعرف انا ما اعرفش انها جارتي. لا خلوا لنا صور بالراحه عشان ايه يعني بنتكلم ده بنتكلم في 20 سنه لسه. انا ما اعرفش انها جارتي. اه ونصيب ونصيب. اه رحت اتجوزت. اه الحمد لله. على طول بقى كام سنه؟ والله سائلها السؤال النهارده ده قالت لي سته. سته؟ اه لسه سائلها النهارده السؤال ده والله انا بقالنا قد ايه متجوزين؟ قالت لي سته. قول لي حسين هيطلع تنس طاوله ولا النهارده لسه اول يوم ليه في النادي؟ النهارده اه دخلت. هو بيلعب سباحه. اه تمام وخلص السباحه ونزل النهارده وجبت له مضرب وبتاع بصراحه مش بصراحة. عايز يفك المضرب اصلا. جبت له مضرب. مش عايز يفك المضرب اصلا لسه بالكيس بتاعه مش عايز يفك. زي زمان بالظبط كنت كنت بتحط جنبك بتحطه في بطنك في بطنك وانت رايق. قول لي بصراحه شديده سيد لاشين عايز ايه انه يطلع بطل في التنس طاوله ولا يتمناه في لعبه اخرى لعبه جماعيه؟ قبل البطل انا اتمنى يطلع راجل 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 تمام يعني صاحب قرار وموقف ويبقى حد محترم لان انا اللي انا شايفه في الاجيال اللي طالعه الجديد الموضوع صعب قوي. الموضوع صعب صعب فعلا يعني ان احنا تلاقي حد انا مش ما يعني حد بتربيتنا احنا بتاعت زمان دي ما بقتش فيها يعني دلوقتي بتلاقي طفل بيزعق في راجل كبير حاجات يعني سلبيات كتيره طلعت فانا مش حابب ان انا اشوف ابني في الموقف ده قبل ما يكون بقى بطل او مش بطل. البطولة دي ما بتفرقش خالص. كل واحد وامكانياته وكل واحد وربنا كاتبه له بس اللي احنا يعني يطلع متربي وبطل وابن حلال دي ده اللي انا اتمناه. امل عايزه تشوف حسين زي سيد لاشين ولا امل عامله لي مشكله النهارده ابنها لسه نازل النهارده الصاله بتقول الولد ساب الصاله وطلع بره طبعا طفل لسه طفل اكيد لسه عايزه تشوفه زي ابوه النهارده بقى النهارده مستحيل مستحيل. طب وديزه هي طيبه الحمد لله. طب وديزه ايه اخبارها؟ لا دي ما شاء الله دي عليها ده موضوع تاني. ها دي كوميديا. لا دي كوميديا بس كوميديا. اه بتضحك وتتبلع على اخويا عندها سنه وبتتبلع النهارده النهارده ماسكه في دماغ حسين وانا مش شايف وسامع حسين عمال يزعق اول ما بصيت لها مجاحه تضع على وشها كده وقعدت تعيط هي اللي اصلا بتتبلع عليك. لا هي الحمد لله جميله وروحها حلوه يعني من الاطفال اللي هم دايما بيتبسطوا ويبصوا للناس ويضحكوا لهم وكده مش بيعيطوا ما بتخافش. ليه دايما ولاد رياضيين بيبقوا مظلومين في الرياضه؟ مش مظلومين قوي يعني مش نقدرش نقول مظلومين يعني بس دايما بيقترن اسمه باسم باباه يعني يقول لك اصل ده ابن سيد لاشين مع انه ولد كويس ممكن يكون وحش ما هي لكن ليه بيقترن دايما باسم باباه؟ هي النقطه كده يعني دايما الناس بتبقى بانيه التاريخ على ما فات يعني بانيه المستقبل على ما فات عشان ابن سيد لاشين النادي هيهتم بيه وهيبقى احسن واحد وهيبقى تمام هي ما بتبقاش كده. لو سيد لاشين شاف ان ابنه ما ينفعش يلعب تنس طاوله هيخرجه من الصاله؟ اه مشكله على طول. اه ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان هو ابني ما يطلعش بطل؟ ايه المشكله؟ احنا دلوقتي في مجال الرياضه مصر كلها كل الناس اللي بيلعب كوره واللي بيلعب باسكت كلهم عايز شايفين ان ابنهم محمد صلاح. محمد دي حقيقه. تمام؟ طيب دي حقيقه. في كام احنا كام مليون واحد بيلعب رياضه؟ كتير. كتير جدا. كلهم شايفين ان ابنهم محمد صلاح مع ان ممكن مثلا ما يكونش اصلا بيعرف يلعب كوره. ابني ما يكونش يعرف بيلعب كوره او ما بيعرفش يلعب باسكت او اي لعبه ثانيه او حتى تنس طاوله. تمام مش مشكله ان الواحد يطلع بطل المهم من البطوله نفسها البطوله ان ابنك يطلع يعني متربي ومحترم ودي بطوله دي بطوله في حد ذاتها اه ان انت تبقى ماشي نجاح. اه ده يعني الامنيه اللي انا بتمناها من ربنا ان انا اشوف ابني محترم تمام متربي الناس تشكر فيه يوم ما اموت يفتكروني بالخير ويقولوا ان يعني جزا الله خيرا اللي رباك. امل دورها ايه في حياه سيد لاشين؟ لا كتير هي شايله عني كتير ده كفايه انها شايله حسين بقعد خمس دقايق اه بقعد خمس دقايق ما بقاش يعني ببقى ما يعني برجع من التمرين تعبان ومهدود جسمانيا وبتاع هي اللي شايله الليله يعني ربنا يبارك لها ويديها الصحه يعني. طب وهتبقى وليت امر بقى وتنزل وتقول لك الولد عيد ميلادها انت كده عيد ميلادها امتى؟ هتقل الهديه ايه؟ عيد ميلادها امتى؟ هو المفروض بكره يعني. بكره؟ اه ان شاء الله. كل سنه طيب على الهواء كل سنه طيب على الهواء. لا يا سيد بجد بعد مسيرة من نجاح معاها في حياتك ربنا يبارك لها ويقويها ويديها الصح. هي دي الكاميرا بتاعتي؟ اه دي الكاميرا بتاعتك عشان تشوفك حبيبتي يا عمر ربنا يبارك فيك يا رب يا رب ربنا يخليها لك ويعني نتمنى ليك مستقبل جميل في التنس طاولة. لكن سؤال أخير قبل ما نختم مع سيد لاشين سؤالين
سؤال سؤال ظاهرة في تنس طاولة جميلة، رأيك فيها ايه؟ لا دي جميلة، دي حاجة ما حصلتش يعني، حاجة ما شاء الله عليها يعني. هتروح شايفها هتروح فين يا كابتن سيد؟ بصراحة لا هي تقدر كإمكانيات تقدر تروح لحتت بعيدة أوي. ما فيش لعيبة مصرية وصلت لها؟ ممكن؟ صعب شوية. ممكن تعدي؟ ممكن تعدي لعيبة مصريين كلهم. هي معدية هم أصلاً أوريدي. دلوقتي؟ هي الرانكينج بتاعها تحت 15 خامس. في العالم؟ تحت 15 سنة. شايفها أيوة. ممكن تخش من أفضل؟ هي تفضل بس الاهتمام. إحنا عندنا في الصغيرين دايما بيبقى في الخطوه الاولانيه حلوه والناس بتعمل نتائج كويسه في الصغيرين عموما، بس الاهتمام احنا اللعبه بتاعتنا محتاجه اهتمام كتير، معسكرات وبطولات وحاجات كده عشان تقدر تحافظ على الرانكينج بتاعك اللي ساعتها هينفعك في البطولات لما تيجي تلعب بطوله وتبقى عايز تحقق بطوله. الرانكينج بيبقى مهم في الحته دي، فهي محتاجه الكلام ده، ان الدعم يفضل ده متواصل على طول السنين، مش لان احنا في حياتنا كلها كرياضيين بيحصل ضربات وحاجات كده طبعا، فلو حصل ضرب هنا المشكله عندنا احنا في الرياضه يعني. لما بيحصل ضرب من النادر الناس بتتعامل مع الضرب ده كويس، تمام. ممكن لما يحصل ضرب خلاص ده راحت عليه وبطل وما ينفعش وبتاع، مش بيقف جنبه بطلك لا دي حقيقه والله والله حقيقه تمام. في حاجات غريبه بتحصل نتمناها ان هي ان شاء الله تتحقق ان شاء الله. شايفها ممكن تتحقق تعدي. انا اللي انا شايفه انها فعلا هي ما شاء الله معديه ناس كتير يعني، ما هي هايله يعني في السن بتاعها ده. لا ما شاء الله ربنا يحرسها يعني، عندها 11 سنه وتحت 15 سنه ترتيبها الرابع الخامس. يعني لسه قدامها 4 سنين ولا 3 سنين تلعب تحت 15 وهي واصله للرانكينج ده. فموضوع يا رب نتمنى لها الخير. السؤال الاخير كابتن سيد لاشين، الحلم اللي لسه ما اتحققش لكابتن سيد لاشين في التنس طاولة بصراحه، ونفسك تحققه وتقدر تحققه؟ والله ما عارف، لا في تنس طاولة مش ما حلمتش، بس انا اللي انا فيه ده اصلا بالنسبه لي كان حلم زمان. حلم جميل انا تبقى كابتن فريق النادي الاهلي، وفي حاجه يمكن حصلت كمان، انا دلوقتي تقريبا اكبر لاعب في النادي الاهلي سنا تقريبا. ما كبرش نفسه يعني، كان طارق بس الله كابتن طارق غنام طبعا لما اعتزل لما اعتزل جاي الدور عليك. فانا بقيت دلوقتي تقريبا اكبر لاعب في النادي الاهلي، وده شرف دخول بس النادي الاهلي ده كان شرف، فمن بالك لما تبقى كابتن فريق تنس طاوله يمكن اكبر لاعب في النادي في السنه 2019 2020. فاتمناها ان شاء الله، يمكن حلمي اللي انا اتمناه يوم ما انا اعتزلت من المنتخب، كنت انا الحمد لله تقريبا تصنيف رقم واحد. مش تقريبا، هو كان الحمد لله تصنيف رقم واحد. لما اعتزل من النادي الاهلي برضو اسيب النادي الاهلي واقف على رجليه بيكسب بطولات زي ما هو بيا او من غيري، ماشيين على نفس النهج وان شاء الله رب العالمين، والمستقبل الفرقه يبقى انا مطمن عليه، وانا هفضل داعم موجود في اي مكان النادي الاهلي. سيد لاشين بتمتعني ودايما بكون سعيد وانا قاعد معاك بصراحه. حبيبك يا كابتن خالد، ربنا يبارك لك. شرفتني. انا شرف ليا ان انا اكون في بيتي هنا في طبعا القناة. اكيد واكيد المره اللي جايه هنكون مقابلتنا ان شاء الله بعد بطوله افريقيا اللي هي بطوله مهمه لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله رب امين. واتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن الجماهير، وان شاء الله باذن الله هنبذل اقصى وسعنا ان احنا نكسب البطوله ونحتفل الاثنين مع بعض بقى، الدوري الكوره ان شاء الله باذن الله، ودوري الانديه الافريقيه ان شاء الله يا رب باذن الله. نتمناها باذن الله بدايه موفقه للنشاط الرياضي في النادي الاهلي بضربه البدايه في التنس طاوله في البطوله الافريقيه في نيجيريا. خليكم معانا نطلع لفاصل ونستقبل نجمتنا كابتن مي هشام كابتن النادي الاهلي لكره اليد. اهلا بكم في الجزء الاخير من الاهلي الليله النهارده مع نجمتنا كابتن مي هشام، وقرارات مفاجاه كثيره لجمهور النادي الاهلي. لازم نفتح مع الحوار عن قرار اعتزال كابتن مي هشام. كابتن مي هشام منورانا ومشرفانا. بنورك يا كابتن خالد. عندنا حاجات كثيره بس خلينا نطلع لتقرير تقرير ماشي عن كابتن مي هشام نجمتنا كابتن النادي الاهلي في كره اليد للسيدات وقرار الاعتزال، لكن خلينا نطلع لفي او وترجعوا لنا مره ثانيه.
هشام كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أعلنت منذ أيام قليلة اعتزالها اللعب، اكتفت بما قدمته مع الشياطين الحمر طيلة الأعوام الماضية. مي هشام صاحبة الثلاثين ربيعا قررت الخروج من الباب الكبير والاعتزال وهي في قمة عطائها، وذلك وسط مطالبات من الجهاز الفني ولاعبات الفريق باستمرارها معهن لأعوام عديدة، لا سيما وأنها تحافظ على لياقتها البدنية والذهنية سواء أكان داخل الملعب أو خارجه. قائدة سيدات يد الأهلي بدأت اللعب داخل جدران القلعة الحمراء منذ عام 98 قبل أن يتم تصعيدها للمشاركة مع الفريق الأول بدور المرتبط، ثم خطت خطوات سريعة مع الفريق الأول منه إلى المنتخب الوطني بالرغم من وجود عناصر كثيرة مميزة تلعب بيدها اليسرى في مركز الجناح الأيسر، علما أن مي هشام تجيد اللعب باليد اليمنى. لكن الإصرار والعزيمة والتحدي كانت الشعارات لإثبات النفس والمضي قدما نحو التألق رفقة الأهلي والمنتخب الوطني. حصدت مي هشام عدة ألقاب شخصية منها أفضل هدافة في البطولة العربية للأندية، كما أنها اختيرت من قبل ضمن أفضل لاعبات بطولة إفريقيا سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية. تتمنى الجماهير الأهلوية لقائدة يد الأهلي التوفيق في خطواتها المقبلة سواء كانت إدارية أو فنية. فمي هشام تعشق الفانلة الحمراء، تدين بالفضل للأهلي، أكدت أنها ستعود يوما ما لرد الدين للمارد الأحمر والعودة للعمل داخل جدران القلعة الحمراء من جديد. مي هشام صائدة البطولات مع يد سيدات الأهلي. زي ما شفنا قدامنا صائدة البطولات فعلا، بس خد القرار مفاجئ بالنسبه لي انا شخصيا، كان قرار مفاجئ جدا ان مي هشام كابتن نادي فجاه طلع قرار وفجاه تعتزل وفجاه تترك المجال الرياضي وتترك الانجازات والبطولات في داخل النادي الاهلي عشان تطلع للمستقبل اللي هو هتحكي عنه دلوقتي معانا. كابتن مي، قرار مفاجئ صادم ليه انا شخصيا بصراحه. ايوه صح. ليه اخذتي القرار ده وازاي اخذتيه؟ يعني ليه اخذتي قرار اعتزال؟ انت كلنا شايفين اداره العابي والكمين في الملعب. خدت القرار اول ما بدات فتره الاعداد السنه دي. يعني ده قرار اول ما بدات قلت اخر سنه. ليه قلت دي اخر سنه خلاص؟ ليه خدت القرار؟ ما اعرفش، بس حسيت يمكن الواحد برضو ممكن يقول شبع، زهق. جات له حالات يعني نفس الفرق نفس اللعيبة نفس كل حاجة، فالواحد بيخاف لا يزهق، فده يطلع على ما بقاش فيه الشغف اللي الواحد أو يمكن في اللعب ما بقى، يعني محتاج أقفل وأفتح حاجة جديدة، أشوف الدنيا فيها إيه. طب سؤال مهم جدا، لما خدت القرار ده أخدتيه مع نفسك ولا حد ساعدك في القرار ده ولا حد مين كان عارف القرار ده؟ جوزي بس. بس وما كانش موافق. ما كانش موافق كمان. عادي يقول لي فكري. ما كانش فكري واشبعي من الملعب قد ما تقدري، القرار ده ما ينفعش، فكري كويس. قلت له والله انا بفكر معاك بصوت عالي بس يعني ده احساسي وان شاء الله يكون، يعني حتى بابا ما كانش يعرف. ما عرفش غير فيلم. ما كانش يعرف. خالص. ما حدش كان عارف. ايوه يعني اكيد في سبب غير اللي انت يعني. لا والله ما فيش خالص. ما عندكش؟ انا حسيت، لا انا حسيت هو قرار الواحد يعني كل العوامل حسيتها بتقول لي اني اخد القرار ده، بدايه من ان انا عامله موسم كويس، تاني حاجه مفنشه السيزون على ارضنا، واخدين كل البطولات، فكل العوامل بتقول ان انا افنش وانا شكلي كويس واقفة على رجلي، الناس تفتكرني بحاجة كويسة دايما. كل ده كان قدامي، ان انا اخر ماتش هيبقى على ارضنا في النادي، دي حاجة كويسة جدا. فانت كل ما بتقرب من نهاية السيزن فانت بتلاقي ان الصورة مكتملة بالنسبة لك، ان انت القرار بتاعك مظبوط. بالظبط. السنة دي النادي الاهلي عمل عقود لسيدات النادي الاهلي حقيقي، بتكلم بصراحة حقيقي، في فلوس حقيقي. سيبتي ده كمان؟
حقيقي. وقلتي لا انا مش عايزه، انا عايزه اطلع بره. ازاي؟ حقيقي. مع ان كل الرياضيين المفروض ان ده في احتراف وفي يعني. ده مظبوط، ده مظبوط. يمكن انا عقدي كان 4 سنين. كويس. انا خدت فيهم سنه واحده بس يعني. هو السيزون اللي فات ده بس. ايوه، ما حدش قال لك حاجه. ما حدش قال لي حاجه. لا برضه. خالص خالص. كل الناس المتابعين لكره اليد في السيدات، في السيدات بالذات كنت بتكلم معاهم، كلهم شايفين ان انت خدتي قرار خاطئ لمي هشام. الجهاز الفني قال لك ايه؟ كابتن ياسر يمكن اتصدم. انا خلصنا اخر ماتش، بعدينا بكام يوم كان نهائي 2000. كان نهائي الكاس بتاع مواليد 2000 البنات. فكان بيروح يتفرج، قلت له حضرتك رايح؟ قال لي قلت له طب انا جايه لك عادي خالص. ما حدش عارف حاجه. قلت له انا عايزه ابقى اتكلم معاك شويه. فهو كان مشغول وبتاع، واحنا قاعدين في المدرج قال لي تعالي. كويس. قعدت دردشت معاه، قلت له انا عندي خبر معين. بص يعني تيبيكال القعده دي يا كابتن خالد. احكي لي احكي لي احكي لي. انت عارف انت الكواليس كلها بالظبط. احكي لي الموضوع. تيبيكال برضو كان قبل جوازي. قبل جوازي برضو كان في مشاكل، وكنت يعني كنت هتجوز بين الدور الاول والدور الثاني. وتعتزلي؟ لا، واكمل. انا كده كده كنت كويس. كنت لسه هلعب. تمام. بس التوقيت رحت اتكلمت معاه، قلت له انا عندي مشكله، ويعني في بيني وبين كابتن ياسر الصراحه في مساحه كبيره من كلام. من ان انا ادردش معاه واحكي له، وهو بيستوعبني جدا الصراحه. هايل. فقلت له انا عندي مشكله وكذا كذا كذا، وانا احتمال اتجوز بين قبل البطوله الافريقيه، وانا الموضوع ده مقلقني. ولحد بقى ما ربنا يبارك له جوزي هو اللي خد القرار وقال لي لا احنا هنأجل لما تخلصي ناخد الخطوه. فتيبيكال زي ما قلت له قبل ما اعمل اي حاجه. برضو جيت اول ما اخدت القرار جيت اتكلمت معاه. قال لك ايه بصراحه؟ قال لي، سكت كده شويه، فضل ساكت كتير. كابتن. قال لي انت كل اللي انت بتقوليه ده مقنع جدا، وانا مش هعترض، ومعاكي اللي انت بتقوليه فعلا اقنعني، وحاجه ما اقدرش اقف في طريقك فيها لو انت فعلا جديه فيه. قلت له لا انا جديه. قال لي بس اصبري، احنا لسه ما حدش عارف اي حاجه، ولا تشكيلات اتعملت، ولا عارفين مين مكمل، ولا اي حاجه. فاصبري وما تاخديش القرار دلوقتي، ولا ورقه ولا اي حاجه، غير لما الرؤيه تتضح. كويس. اديته الورقه يوم الفطار. يوم الفطار بتاع النادي. هايل. اديته الورقه وهو كان عاطف، ومضوا الورقه وانا اللي جايبه لهم القلم. وانت جبت القلم كمان؟ تخيل بقى. قلت لهم انا هشد القلم. قولي لي، حسيتي مين اكتر واحد كان حزين بقرار اعتزالي بصراحه؟ لا، ناس كتير. كتير؟ انا على فكره دي حاجه تزعلني بس حاجه تبسطني. بص، هي مشاعر متضاربه جدا. أكيد. عشان ابقى معاك صريحه يعني. الخروج من الملعب صعب، والقرار انت واخداه انا عايز اقول لك ان الاصعب الخروج من الملعب الفرقه. الكواليس. دي بقى احكي لي احكي لي. عمال تقول لي احكي لي. طبعا، ما انا عايز اعرف. احنا زي ما انت عارف يا كابتن خالد، احنا بالنسبه لنا الموضوع مش مادي اكتر. يعني طول عمرنا بنلعب، احنا بنحب اللعبه وبنحب بعض. كويس. فوجودنا مع بعض هو اهم حاجه. قصة ان انا ما بقاش بشوفهم كل يوم، اتعودنا على بعض، معسكرات مع بعض، بنتجنن مع بعض، بنخرج بعد التمرين مع بعض، بناكل مع بعض، ماشيين مع بعض على طول، كل حاجة مع بعض. ده سبب من النجاح اعتقد. ده اكيد. ده اكيد. الروح حتى الروح. لو احنا ممكن نكون واقعين فنيا في فترة من الفترات، بس روحنا هي اللي بتشيلنا، بتشيل كل قدام. بالظبط. طب قولي لي، السنه اللي فاتت بقى يعني ما خرجش من الاعتزال وهنرجع تاني ليه؟ انا عارف الامور صعبه شويه عليكي، لكن خلينا نقول ان الموسم السنه اللي فاتت كان موسم ناجح للنادي الاهلي، من مواسم الناجحه، وكان في مواسم كتيره سابقه ناجحه، لكن السنه اللي فاتت كان ليها طابع خاص. كسبت كل بطولات السيزون. قولي لي، ايه اصعب بطوله كانت موجوده السنه اللي فاتت في النادي الاهلي؟ السوبر. ليه؟ الاخيره. اشمعنى؟ الموسم طول، احنا تعبنا، مش تعبنا بس زهق بقى، واخر فتره فالموضوع بيبقى تقيل شويه، بتحس ان وعلى ارضنا. لعبنا كل الفرق اللي هنلعبها في الاخر 4 أو 5 مرات قبليها، فالمنافسه شديده جدا. ال 98 لما طلعوا درجه اولى المستويات قربت جدا، وبقى في اضافات قويه جدا في الانديه الثانيه، فبقى في منافسه قويه. شايفه المنافسه بقت قويه مع النادي الاهلي؟ طبعا.
وجهه نظري ان المنافسه النادي الاهلي في حته في كوكب تاني وفرق الدوري في سيد في كوكب اخر. كان لا لا يا كابتن. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك الناشئين في انديه كتير بدات تهتم بقطاع الناشئين عندها فبدا يخرج لعيبه كويسه في المنتخبات وبالذات الناشئات والصغيرات واللي هم الصغننين وما بقاش الموضوع قاصر على الاهلي، لا بقى في مهارات وفي لعيبه كويسه جدا في كل الانديه. شايفه من وجهه نظر بيه هشام بخبرتك كده وبحكم كابتن النادي الاهلي مستوى كره اليد النسائيه في مصر فين في الحقيقه؟ في وسط افريقيا اقل حاجه؟ لا بعيد. بعيد ليه؟ مش بعيد جوه الملعب يعني لما بنبقى فايقين بنحس الموضوع ممكن. اعتقد كانت بطوله افريقيه اللي اتعملت في النادي كنتوا عاملين مباريات هايله. احنا عملنا ماتشات كويسه جدا جدا بس بتحس في الاخر باحباط عشان بتخسري. طبعا لازم يكون في استمراريه. رايك كده؟ طبعا مشاركه مش بس النادي والمنتخب كمان. منتخب مصر ما فيش منتخب مصري. ما فيش منتخب اول فحتى اللي احنا بنعمله في الصغيرين ما بيطلعش لفوق فالبنات بتلعب سواء بقى 2002 و2000 او خلاص 98 خلاص ما بيكملوش. تقولي ايه لاتحاد كره اليد بعد ما هشام بطلت وتقول لهم ايه لمنتخب كره اليد السيدات في مصر؟ في ناس على فكره متحمسه جدا جوه الاتحاد للقصه دي ويمكن دردشت مع الناس فيهم واكتر من مره ونعمل منتخب ويتجمع وما يكملش يعني قبل البطوله. الموضوع اكبر كمان من الاتحاد. الموضوع طبعا الدولار لما عالي جدا فبقى اقل معسكر بالظبط بقى بفلوس كتير جدا. بس اعتقد ان وزاره الرياضه ليها دور في ده اكيد ليها دور مؤثر في اكيد في بس مش هتعمل برضو يعني اكيد الاتحاد برضو هيشيل حاجات جزء طبعا. المشاركه لازم تكون موجوده بعد كلامك مع الاتحاد المصري او المسؤولين في الاتحاد المصري شايفه ان في منتخب سيدات هيتعمل؟ يا رب انا اتمنى تتمنى. اتمنى لكن مش شايفه ان في بادره امل هتحصل؟ ما اعتقدش. لا مش دلوقتي لا مش دلوقتي خالص. هل مستوى الفني في سيدات مصر ما يرتخيش اللي احنا نبتدي نخاطر هذه المخاطره ونبدا الموضوع ولا نستنى شويه لغايه ما يبقى عندنا منتخب قوي نقدر ندعمه ونطلع بيه؟ ما هو ما فيش اقوى من الصغيرين بالظبط اللي سافروا بطولات افريقيه واللي خد اول واللي خد تاني وبيروحوا كاس عالم فاعتقد دي يعني عملنا هولد للفريق الاول واعتمدنا على الناشئات والناشئات بالفعل نواه وبتحقق. لا يكملوا يكملوا عشان ما نبقاش بنحبط البنات ما بصرف النظر عن الفريق الاول او الناس الكبيره. لا دول لازم يكملوا لازم يكملوا عشان ما ينفعش اسم مصر نلعب في الناشئات وما نكملش فوق. ما نكملش في الكبار. لا ما ينفعش. طيب احنا خلال مسيره النجاح لمي هشام في مواقف حزن ومواقف فرح في اصعب موقف مر عليكي في حياتي في تاريخ كره اليد المصريه معك ايه بصراحه؟ اصعب موقف اصعب موقف يوم وفاه والدتي. وانت في كان عندي ماتش. ده كان اصعب موقف مر عليكي؟ انت مذهول مش مستوعب. يمكن كابتن اشرف شكرا الله يرحمه رحمه الله عليه خدني من المستشفى وروحني وكابتن زوله هو اللي جه خدني من البيت ووداني الماتش ورجعني تاني على البيت. ورحت لعبت؟ ورحت لعبت وكان لازم نلعب. والموضوع ده كان انا اكتشفت ان بابا هو اللي عمل القصه دي عشان ما احضرش التفاصيل. التفاصيل بعد ذلك في سكتين يا اما او ثلاث سكك يا اما بره الرياضه خالص تعملت بره الرياضه خالص لكن يا اما جوه الرياضه في المجال الاداري او في المجال الفني. تمام. بتشتغلي اساسا مديره في التطوير الرياضي السياحي مظبوط كده في وزاره الرياضه. هناخد الترويج السياحي هتاخدي اي اتجاه اداره ولا تدريب؟ اقعد في البيت دي صعب. خلاص يبقى دي ملغيه. كويس خلاص. دي صعبه جدا و يعني جوزك ما قالكيش اقعدي في البيت؟ خالص والله. خالص هو طبيعه شغله كمان مدياني المساحه ان انا اكمل وان انا طيب خلينا بس نقف هنقف عند دي بالذات. هنخرج لتقرير من رساله مهمه جدا لمي هشام. خلينا نقول لها نشوف الرساله اللي بتوجه لها ايه من رفقاء الجيل. يلا بينا نشوف الرساله ونرجع وترجعوا لنا مره ثانيه. شكلي بالظبط.
ربنا معاكي يا حبيبتي في حياتك الجديده، ودايما ناجحه وموفقه، وكل خطوه يبقى فيها الخير ليكي. بحبك جدا وهتوحشيني، هيوحشني كلام معاكي بره الملعب او جوه الملعب. انت قادره ان انت تنجحي في اي حاجه تخشي فيها، فيا رب دايما ناجحه وموفقه. واحنا على وعدنا، انت لو ما جتلناش كل الماتشات اللي هنا هنزعل من بعض جامد، خلي بالك. ما يقتش هشام عشان يعني دي الحاجه اللي انا بقولها لك سبيشال مني. توحشيني قوي، انت عارفه طبعا ان انا متضايقه قوي ان انت مش تبقي معانا السيزون ده. ربنا يوفقك في حياتك، واكيد بتمنى لك الخير وتبقي معانا على طول بقى وما تسيبناش، وتيجي كده تدعميني ان شاء الله لما انزل زي ما انت تدعميني في الملعب ومعايا على طول. ربنا يوفقك واتمنى لك الخير ان شاء الله. بوي كابتانه بتاعتنا، هتوحشينا قوي 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 والله. ربنا يوفقك في اللي جاي ويكون خير ليك. بنحبك قوي. كلام مؤثر جدا من نجمات الفريق لمي هشام. شفت الموضوع ازاي؟ رسالة مهمة جدا. هيخلونا عيط بقى، وانت نفسك عايز تعيطني والله. انا لا والله ما اتمناش ده اكيد، لكن اتمناك اكيد في المستقبل اللي جاي قريب جدا. في هو قرار، انا بقول لك قرار. انا شايفك زعلان جدا جدا بصراحة، متضايق ما اكذبش عليك. يعني انا شايف كنت تقدري تلعبي كمان 4-5 سنين 10 سنين كمان، ما شاء الله عليكي بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن، والله مش عارفه اقول لك ايه، بس يمكن ربنا مسهلها في. هتاخدي الاداري ولا الفني؟ لا الفني. الفني اشمعنى؟ يمكن بعد ما اخذت القرار جالي يعني منحه منحه تدريب في الهاندبول في المانيا. خير. في لايبزيج، ويعني قلت يمكن كده ربنا بقى بيدينا اشاره ان يعني احنا واخدين الطريق الصح. بالظبط. يعني خلصتي اعتزلتي ما كنتيش تعرفي ان في لايبزيج؟ لا وربنا كرمك. انا كنت مقدمه من فتره طويله و... والموافقه جت بعد الاعتزال. بعد الاعتزال. شايفه ان الطريق سالك على التدريب؟ يا رب. مش شايفه ان هي مهنه احتراق اعصاب؟ جدا. وهتخوضي التجربه دي؟ نخوض. احنا في النادي بنخوض كل حاجه. قولي لي ايه النصيحه اللي تقدميها للبنات بعد اعتزال كابتن ميه هشام؟ تقول لهم ايه؟ خلي بالكم على ايه؟ تقولي زي ما هم اديك رساله، عايزك رساله موجهه لنجمات الفريق. هقول لهم اشبعوا جدا من الهاندبول. انا يمكن اكتر حاجه كانت مؤثره فيا ان انا اسيبكم، يعني اللمه احنا مع بعض والخروج لا كلهم كل واحده حاله مختلفه. تمام كملي الرساله. فيمكن لا كل واحده فيهم ليها كاركتر، من اصغر واحده لاكبر واحده ليها دور في الفرقه. لا كملوا والعبوا واتبسطوا، انتوا بتدرسوا هتشتغلوا وهتمروا بحياتكم، واللي هيتخطب ويتجوز، بس هتفضل الهاندبول هي الحاجه الوحيده اللي مجمعانا كلنا. ميه هشام هترجع قريب الملعب لكره اليد تاني تدعم الفرقه من بره الملعب؟ انا مدعماهم من غير حاجه. لا مش هسيبهم. يعني هتسافري لايبزيج وترجعي برضو قاعده معاهم في كل ماتشاتهم؟ طبعا هاجي واحضر معاهم، و مش يعني اي حد بيكلمني يقول لي ايه هتسيبينا ومش عارفه ايه، قلت لهم يا جماعه انا على قلبكم، انا مش رايح منكم فين ونروح من بعض فين. شايفه ايه ابرز التحديات للفرقه في المرحله اللي جايه؟ شايفه ان شاء الله مع كابتن ياسر ممكن يخوضوا حاجه عربيه حاجه افريقيه، بس يعني لو خدوا حاجه عربيه هيحسوا ان هم موجودين. شايفه ان هي اقرب ليهم للوصول لمصر؟ اقرب كتير. اقرب كتير. اقرب بعيد عن الافريقيه. اقرب وهيحققوا فيها ان شاء الله حاجه. احنا كنا بنتمنى السيزون اللي فات يكون فيه حاجه عربيه، بس ما امكنش عشان ظروف تونس، وكان الولاد لما سافروا حصل موضوع كده بين الاهلي مع الاهلي يعني، وهم في اخر بطوله افريقيه، فالموضوع بتاعنا واقف بس. فربنا كريم. نورتيني وشرفتيني. وبقول لك يعني مش مبروك. انا زعلان جدا، لكن اتمنى اشوفك باذن الله قريب جدا في المجال التدريبي، وتكوني من احسن المدربات في مصر ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا كابتن مي. ربنا يخليك. اكيد كلنا بنشكر مي هشام على
تاريخها في النادي الاهلي، واكيد لها شكرا ونقول لها ربنا يوفقك في اللي جاي. واكيد كل جماهير النادي الاهلي انا عارف ان هي زعلانه بخروج مي هشام، لكن هي دي سنه الحياه، النهارده لعيب موجود، بكره معتزل، بكره مدرب، وهكذا. ان شاء الله نشوفكم دايما على خير في الاهلي ليله كل يوم. شكرا والى اللقاء.